السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد من استاد الأهلي. طبعا احنا سعداء جدا، امبارح مباراة رائعة لفريق النادي الأهلي في قبل النهائي الكاس مصر. يمكن كان جميع متخوف بعد خروج من البطولة العربية، يمكن احنا كنا بنأدي في البطولة العربية، لكن طبعا اللي حصل في البطولة العربية ما كانش الجمهور الأهلي حابب ان هو يحصل، ان انت تطلع من الدور قبل النهائي ما توصلش النهائي وتاخد البطولة. لكن طبعا كله كان متخوف من هذه المباراة او مباراة سموحة، نتيجة طبعا ان الخصم قوي ومباراة صعبة، ولكن طبعا فريق النادي الأهلي ولعبته لما بيركزوا بشكل كبير، واعتقد ان هذه البطولة حافز كبير جدا، وتم تحفيز اللاعبين على هذه البطولة من خلال طبعا ان انت بقالك فترة طويلة ما وصلتش لهذه البطولة ونهائي هذه البطولة وان انت تاخدها، فبالتالي كان مهم جدا ان اللعيبه كانت تكون مركزه بالشكل اللي احنا شفناه، بالفنيات الرائعه اللي احنا شفناها امبارح، بالتركيز العالي للاعبين امبارح في هذه المباراه. ايضا الاداره الفنيه الكابتن حسام البدري في هذه المباراه بشكل جيد، وتغييراته المثمره اثناء سير المباراه اللي اسفرت طبعا على وجود بعض اللاعبين زي صالح جمعه اللي بتشوف امامنا دلوقتي على شاشه هدف ليه، اعتقد ان هو هدف رائع. يمكن قبلها بيوم كان في مباراه السوبر الاوروبي ما بين مانشستر يونايتد وريال مدريد، واسكو لاعب ريال مدريد المميز بيحرز نفس الهدف تقريبا، فبالتالي يمكن انا بقول ان صالح اتفرج على المباراه او اتفرج على الماتش ده واتفرج على الهدف ده، وبالتالي يعني ابتدى يتفق مع زمايله ازاي يحرزوا هدف بنفس الطريقه. واعتقد ان صالح جمعه متالق بشكل كبير جدا، واتمنى انه يفضل ثابت على مستواه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ان شاء الله هيكون في منتخب مصر، وان شاء الله هيبقى فارق جدا مع النادي الاهلي في الفترات القادمه. زي ما احنا شفنا كده امبارح وجود عبد الله السعيد مع صالح جمعه في وقت من الاوقات بيعملوا فارق كبير جدا في الجزء الهجومي. ايضا وجود وليد سليمان وتالقه الكبير امبارح ايضا حاجه مميزه جدا جدا جدا. عايز اروح بقى اللاعب مميز قوي وبيتطور بشكل كبير جدا من مباراه للتانيه، جونيور أجاي اللي انا بشوفه واحد من اللاعبين المميزين والافارقه المميزين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، ولسه طبعا هيدي اكتر، هيتعامل اكتر مع الفريق، لكن هو رجل المباراه امبارح. يعني الهدف الاول بمعلمه الصراحه، الهدف ده اي فرود ممكن يروح شايطها، لكن هو بهدوء جدا راح شايف الحارس المرمى وابتدى يلعب الكوره من فوقيه بمنتهى الهدوء. واعتقد ان دي مش اول اهدافه بالشكل ده، ولكن طبعا هو بيتطور بشكل مميز جدا. يعني ما شاء الله هارموني كبير جدا ما بين اللاعبين، خصوصا في الجزء الامامي ما بين عبد الله السعيد وحمودي ووليد سليمان طبعا، ومعاهم عبد الله عمرو السليه وعبد الله السعيد طبعا، ومعاهم جونيور اجاي، بيتعاملوا بشكل رائع جدا جدا في الجزء الهجومي طبعا، بالاضافه لما صالح جمعه نزل وعماد متعب ايضا ومؤمن زكريا. امبارح صراحه مباراه رائعه، جمهور الاهلي امبارح وهو يعني بعد المباراه نايم كده مبسوط، نايم مستريح، شايف ان فرقته بتتعامل بشكل جيد في المباراه دي، فمطمن في المباراه القادمه ان شاء الله امام المصري اللي وصل للنهائي على حساب نادي الزمالك في الدور قبل النهائي. اعتقد هتبقى مباراه قويه، ولكن اطمئنان كبير جدا لجمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الاهلي في هذه المباراه القادمه على المستوى اللي هو شافه امبارح من خلال مباراه سموحه. عشان نقول بس فريق سموحه ده فريق عنيد جدا، فريق قوي، فريق مميز، فبالتالي انك تفوز عليه 4-0 اعتقد ان دي حاجه مميزه جدا. للعلم فريق سموحه ما وصلش لمرمى النادي الاهلي تقريبا خالص، فدي حاجه ايضا مميزه. الخط الوسط اللي طبعا حسام عاشور بيبقى القائد فيه في نص الملعب بيفرق كتير جدا في ان هو بيكسر اي هجمات على النادي الاهلي من خلال طبعا تواجده في نص ملعب، بالاضافه طبعا لباسم علي ورامي ربيعه ونجيب امبارح، وايضا علي معلول خط دفاع، وشريف اكرامي طبعا الحارس الكفر. لكن زي ما بقول لكم الحاله الفنيه والبدنيه للاعبين امبارح كانت مميزه جدا جدا جدا، وده اللي خلى شكل الفريق باللي احنا شفناه. كلنا استمتعنا بالمباراه، كلنا كنا سعداء بالشكل الفني لكل اللعيبه، سواء بقى شكل فردي او شكل جماعي. الشكل الجماعي كان رائع، ايضا الشكل الفردي لكل لعيب كان رائع. ايضا وليد سليمان بيحرز هدفين في هذه المباراه، يعني اعتقد ان وليد بيتالق وبيتعامل بشكل جيد مع الكره امام المرمى، وده في حد ذاته انت محتاجه. كنت كابتن حسام البدري في الفتره اللي فاتت بيشتكي او بيقول ان احنا بنضيع فرص كتير، لكن في هذه المباراه ما شاء الله كله كان مركز، يبقى احنا عندنا القدرات اللي تقدر تخليك تقدر امام المرمى تحرز اهداف، ولكن التركيز ده مهم جدا جدا، وان انت تبقى عايز تعمل او تحرز هدف بمنتهى القوه، هي دي النقطه
اللي انا بتكلم عليها. وكابتن طبعا حسام فرحته بهدف وليد سليمان الهدف الثالث في هذه المباراه، وايضا هدف كان مميز جدا لوليد سليمان نتيجه طبعا تمريرات رائعه زي ما بقول لكم كده، حاله فنيه رائعه من كل لعيب، سواء في باص سواء في شوطه سواء في كروس بيترفع من علي معلول ولا باسم او اجاييه مع الهات وخد، زي ما احنا شايفين اللعب الصغير واللعب الطويل واللعب على الجناب كله كان موجود في هذه المباراه. ان شاء الله ان شاء الله من خلال هذه المباراه والثقه الكبيره اللي جت في هذه المباراه، اعتقد ان مباراه النهائي في كاس مصر ان شاء الله هتكون يوم الثلاث القادم هتبقى مباراه قويه. فريق ايضا فريق المصري فريق مميز، كابتن حسام حسن تعامل مع فريق نادي الزمالك بشكل قوي وعمل فرقه الصراحه على مدار الموسم في بطوله الدوري وايضا في كاس مصر زي ما احنا شفنا عمل فرقه جيده تستحق الوصول للنهائي. اعتقد ان احنا بنجهز بشكل مميز جدا لهذه المباراه، احنا هنروح في معسكر قبل المباراه بيومين، هنسافر لاسكندريه ان شاء الله، نادي الاهلي هيكون يوم الحد في اسكندريه بيعمل معسكر لمده يومين تجهيزا للمباراه النهائيه في كاس مصر ان شاء الله هتكون يوم الثلاثاء. كامل التوفيق ان شاء الله الكابتن حسام البدري واللاعبين يبقوا في الحاله الفنيه اللي احنا شفناها امبارح تبقى موجوده بنفس الشكل والاداء في المباراه القادمه مباراه المصري مباراه نهائي كاس مصر 2017. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق. يعني من اخبارنا واخبار طبعا استاد الاهلي طبعا بنبارك لايمن اشرف الوافد الجديد للنادي الاهلي، هو مش جديد ولكن طبعا هو ابن من ابناء النادي الاهلي اللي كان موجود في جدران ما بين جدران النادي الاهلي، يمكن هو اتربى هو عنده 7 سنين داخل جدران النادي الاهلي فبالتالي هو مش غريب. زي ما احنا شايفين عندنا اسلام محارب واحد من ابناء النادي الاهلي، ايضا ايمن اشرف، هشام محمد، كلهم اولاد النادي الاهلي لما بيرجعوا اعتقد التاقلم بيبقى سريع. يمكن ايمن اشرف من اللعيبه المميزه اللي ممكن تقدر تلعبه باك ليفت وتقدر ايضا تلعبه في قلب الدفاع فبالتالي تقدر تستفيد منه في مركزين في الملعب، فبالتالي كل التوفيق ليه. اعتقد نادي الاهلي النهارده بيقدمه رسميا لوسائل الاعلام وتواجده النهارده كان في النادي بشكل مميز جدا، واللي احنا نتمنى ان شاء الله ايمن يثبت حضوره. لما اتكلم على زمايله واتكلم على الفريق قال ان المنافسه هتكون موجوده، هو هيحاول طبعا من خلال وجوده في الفريق ان هو ياخد المركز او مكانه كاساسي، ولكن طبعا المنافسه قويه جدا عنده علي معلول لعيب مميز ويعني لاعب في المنتخب التونسي، ايضا مارسيلو وايضا صبري رحيل موجودين في هذا المركز، فالامور هتبقى صعبه جدا، ولكن طبعا كل ده في مصلحه الفريق لان المنافسه اما بتبقى موجوده بقوه اعتقد بتخلي بتفرز بقى شكل مختلف في المنافسه، بتشوف تفرز لعيبه بتعمل مجهود اكبر، فبالتالي الخير دايما هو بيبقى من المنافسه دي للاعبين وللفريق. يمكن رسميا حسام غالي خلاص يعني بيتجه الى فريق النصر السعودي وتمام، يعني خلاص النادي الاهلي وافق رسميا على انتقال حسام غالي اللي يمكن لعب لهذا النادي من قبل كده، فبالتالي كل التوفيق لحسام غالي قائد النادي الاهلي واحد من ولاده المخلصين في النادي الاهلي جوه القلعه، طبعا واحد من اللي اتربوا داخل النادي الاهلي وتعامل بشكل مميز في الفترات السابقه سواء بقى لما كان موجود او احترف ورجع. حسام غالي من اللعيبه المميزه جدا واللي كان لا غنى عنهم في الفترة السابقة في مركز نص الملعب طبعا بجانب حسام عاشور، طبعا عمرو السولية كان بديل كفء ولما جه أثبت نفسه، فبالتالي النادي الأهلي إن شاء الله عنده هذا البديل، عشان كده لما ابتدى المجلس إدارة والجهاز الفني يوافقوا على حسام أعتقد كانوا بيفكروا إن في بديل مميز زي هشام محمد، أيضا في عمرو السولية، كل ده بيخلوا حسام غالي ياخد فرصته ويستفاد اللاعب والنادي يستفاد أيضا بشكل ما، فمبروك طبعا ليه حسام غالي ان شاء الله يتالق بشكل كبير في ناديه الجديد النصر السعودي. طبعا زي ما بقول لكم النادي الاهلي بيستعد للمباراه النهائيه بمعسكر في اسكندريه وده ان شاء الله هيكون من يوم الحد القادم بامر الله، وكلنا طبعا بندعو للفريق ان هو يبقى في احسن حالاته في هذه المباراه زي ما بنتكلم. لو رحنا بقى للمباراه ويمكن التحكيم لحد ما الناس بتتخوف منه في الفترة السابقة، فيمكن لو كان نادي الأهلي أو نادي المصري تقدموا لاتحاد الكرة بمخاطبة بعض الدول للتحكيم يجوا يبقى فيه حكام أجانب، أعتقد اتحاد الكرة رضخ أو
اتعامل مع هذا الموقف سريعا واعلن عن ان تم مقاطبه بعض الدول الاوروبيه لاستخدام بعض الحكام الاجانب في الفتره القادمه. يمكن 7 دول أوروبية تم مخاطبتهم، يمكن صربيا وسلوفينيا واليونان والمانيا وانجلترا واسبانيا وفرنسا، عشان طاقم التحكيم ان شاء الله يكون في المباراه النهائيه ان شاء الله هتكون يوم الثلاث القادم. يعني نتمنى طبعا المباراه تبقى جيده، مباراه تبقى مميزه، ونكون قلنا لو كان في جماهير بشكل كبير كان يبقى اعتقد نهائي مميز، لكن طبعا هيتم اختيار طبعا تقريبا على يعني على حسب المعلومات اللي عندي عدد 30 فرد من هنا من فريق الاهلي وفريق من النادي الاهلي والنادي المصري، وبعض وسائل الاعلام هيتم تحديد العدد ايضا، لكن طبعا الجمهور هو متعه كره القدم زي ما بقول لكم، وجوده في الملعب بيفرق كتير، لكن طبعا لظروف احنا بنعدي بيها في الاول وفي الاخر. ان شاء الله السنه الجايه الوضع يبقى مختلف بشكل كبير للكره المصريه، سواء بقى دوري او كاس يبقى فيه جمهور، لان فعلا حلاوه كره القدم بالجمهور، الفرق كلها سواء بقى الاهلي الزمالك الاسماعيلي المصري كل الفرق يبقى جمهورها بيساندها بشكل كبير. منتخب مصر طبعا اللي بيستعد ان شاء الله لمباراه اوغندا في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم، ان شاء الله يعني كل التوفيق ليهم. اختار 15 لاعب من اللاعبين المحترفين، اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج، ويمكن ضمت القائمه لعصام الحضري ومصطفى فتحي. طبعا عدد المحترفين زاد لان عصام ومصطفى فتحي راحوا التعاون السعودي، فبالتالي عدد المحترفين زاد. ايضا محمد عبد الشافي لاعب اهلي طبعا عصام ومصطفى في التعاون السعودي، محمد عبد الشافي لاعب اهلي جده، ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد السعودي، واحمد المحمدي لاعب استون فيلا الانجليزي، واحمد حجازي ايضا لاعب ويست بروميش، وزاد برضو عدد المحترفين من خلال ايضا انتقال احمد حجازي للدوري الانجليزي، ومحمد النني لاعب ارسنال، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ايضا، ووسام مرسي لاعب ويجن الانجليزي، ورمضان صبحي طبعا لاعب ستوك سيتي الانجليزي، وعمر جابر لاعب بازل السويسري، واحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براغا البرتغالي، وعمر ورده لاعب فرنسي البرتغالي، وكريم حافظ لاعب لانس الفرنسي، ومحمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي. دول اللاعبين اللي تم اختيارهم، او اللاعبين المحترفين بالخارج، اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج واللي تم اختيارهم من قبل الجهاز الفني بقياده الارجنتيني هيكتور كوبر. 15 لاعب ليه منتخبنا الوطني محترف، حاجه جميله جدا، ان شاء الله يبقى العدد زياده للاعبين المحترفين، كل التوفيق ليهم بامر الله في المباراه القادمه، مباراه مهمه جدا. طبعا عندنا اوغندا مباراتين ثم مباراه الكونغو ان شاء الله، كل التوفيق ليهم، والوصول طبعا لكاس العالم هو هدفنا هو املنا من خلال الفتره القادمه. ستوك سيتي بيعلن تجديد عقد رمضان صبحي لمده 5 سنوات بعد طبعا تألقه بشكل كبير في الفترة السابقة مع ستوك سيتي، وتأقلمه السريع مع فريق ستوك سيتي والدوري الإنجليزي صعب، اللي احنا بنقول فعلا هو دوري صعب، ولكن طبعا رمضان بإمكانياته الكبيرة جدا في البدنية والفنية تأقلم سريعا وتعامل سريعا مع هذا الفريق، واللي يمكن توني سكولز المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي بيقول ما فيش شك طبعا أن رمضان تعامل في الفترة السابقة بشكل احترافي، وده طبعا نتيجة موهبته الكبيرة، ويمكن هو موهبة شابة ولكن في تفكيره في احترافيته هو لاعب كبير. رمضان صبحي طبعا نجمنا ونجم النادي الأهلي، حاليا هو في الدوري الإنجليزي بيتألق، احنا كل اللي احنا عايزينه هو فعلا يزداد تألق، ويمكن من خلال ازدياد تألقه ده ستوك سيتي بيعلن تجديد تعاقده لمدة 5 سنوات أخرى، ودي حاجة مشرفة جدا لرمضان، كل التوفيق ليه، ويفضل أيضا ثابت في مستواه بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا كل اللاعبين المصريين يعني سواء بقى محمد صلاح، أحمد حجازي، تريزيجيه، كل اللاعبين اللي موجودين، وطبعا أحمد محمدي اللي موجودين أيضا في الدوري الإنجليزي والدوريات الأخرى، يعني كامل التوفيق للاعبين ومنتخبنا الوطني في الفترة القادمة. يعني طبعا زي ما بقول لكم كنا مستمتعين امبارح بمباراة سموحة، وكان لازم نطلع نتكلم عليها لأن فعلا كابتن حسام واللاعبين كانوا في أحسن حالاتهم امبارح، إن شاء الله يكملوها بخير في نهائي كأس مصر في المباراة القادمة يوم الثلاث بنفس الشكل، بنفس التعامل، بنفس القوة والجودة والحسم اللي كان جه بدري من خلال الأهداف اللي حصل، سواء بقى الهدف الأول لأجاييه والشكل الرائع للتعامل مع الكرة من كل اللاعبين حتى وصول للاعب الأخير اللي بيحرز الهدف، كل ده أعتقد ده شغل جماعي بيحصل من اللاعبين، وأيضا شغل فني نتيجة مهاراتهم. عشان كده بقول لكم مش أي لاعب يبقى موجود جوه النادي الأهلي، لأن لاعب النادي الأهلي بيبقى
عنده مميزات كبيره جدا عشان تخليه يفضل موجود ومستمر وبيتالق داخل النادي الاهلي. طبعا من المهاره والحاله النفسيه بتاعته واخلاقياته عامله ازاي، كل ده بيخليه بيتاهل ان هو يبقى لاعب النادي الاهلي، وده بنشوفه من خلال مهاراته وقوته داخل الملعب. هنروح لتقارير سريعه ومن خلاله بعد كده هستقبل ضيوفي. النهارده عندنا فقره عن اعضاء 6 اكتوبر، فرع النادي الاهلي في 6 اكتوبر، يمكن كان في حكم قضائي باحقيتهم في التصويت في الجمعيات العموميه في الفتره القادمه. هيكون ضيفي طبعا اتنين من ضيوفي طبعا، وهم من اعضاء الجمعيه العموميه، المحامي وائل عوض المستشار القانوني، ايضا لاعضاء فرع النادي الاهلي الشيخ زايد، وايضا المحامي عيسى مكرم المستشار القانوني ايضا لاعضاء فرع الشيخ زايد، هيكونوا معايا. ولكن هنروح لتقرير وهيكونوا معايا بعد الفاصل، هيتكلم طبعا على هذا الحكم والفتره اللي جايه. طبعا احنا عارفين ان احنا في جمعيه عموميه يوم 25 و26، 25 في مدينه نصر وايضا 26 في اهل الجزيره، هنشوف ايه هيكون وضعهم في هذه الجمعيات، الجمعيه العموميه اللي هتكون يوم 25 و26. بارك فيك، والحمد لله يعني رجعت بيتي تاني، وان شاء الله اعمل حاجات كويسه ان شاء الله مع النادي باذن الله. والله بدايه المفاوضات من بعد شهر واحد كان مع كابتن عصام سراج، وكابتن عصام كلمني وكلم كابتن تامر وبس، وما كانش في مشاكل طبعا في المفاوضات خالص. النادي الاهلي كان مسهل كل حاجه، وطبعا مبسوط جدا ان انا رجعت بيتي تاني. الطلبات العاديه طبعا اللي بتبقى في العقد طبعا، والحمد لله كابتن عصام سراج وقف جنبي في الموضوع دوت وعمل اللي انا كنت طالبه يعني. والله الاربع سنين اللي انا قضيتهم في نادي سموحه، نادي سموحه نادي محترم، نادي كبير مش نادي صغير، اعتقد ان انا اكتسبت خبره واتعلمت حاجات كتيره في الاربع سنين دول. فبالنسبه لي يعني اتعلمت حاجات كويسه في الاربع سنين، واتمنى ان شاء الله المواسم اللي جايه مع النادي الاهلي اقدر انفذ اللي انا اتعلمته يعني في الاربع سنين ان شاء الله. كان في مفاوضات، كان نادي سموحه كان عايزني، كان عرض عليا ان انا اكمل، وكان في مفاوضات من نوادي ثانيه، لكن انا طبعا فضلت بيتي. بس هو كان يعني هو انا فضلت بيتي لاسباب شخصيه، وطبعا النادي الاهلي لما بيطلب اي حد بيبقى شرف كبير للاعب انه يلعب في النادي الاهلي يعني. طبعا كابتن حسام كلمني واتكلم معايا بشكل كبير، وهو يعني وعدني بالمشاركه كظهير ايسر وكمساك، فاعتقد ان هو هيبقى دايما في ظهري ان شاء الله يعني. اعتقد ان الثلاثه يعني مادين بشكل كويس جدا، واعتقد هتبقى منافسه كبيره ومنافسه قويه. بحترم الثلاثه طبعا، علي صبري حسين، كلهم هيبقوا زمايلي. انا اعرف حسين وصبري لكن ما اعرفش علي بشكل مباشر، ان شاء الله اتعرف عليه وتبقى الامور طيبه، وده بيصب في مصلحه الفرقه يعني. طبعا طموحات اي لاعب مع النادي الاهلي بتبقى دايما بطولات. طبعا انا طموحاتي ان انا ابقى داخل الملعب وابقى موجود دايما في التشكيله الاساسيه، وطموحي ان انا ابقى نحصد البطولات انا وزمايلي ان شاء الله. انا كان تفكيري طبعا يعني انا من صغري وانا النادي الاهلي علمني ان انا طبعا ابقى قلبي كويس يعني، فكنت بلعب لاخر ثانيه مع الفرقه بتاعتي، كنت بقاتل بكل قوه ان انا اكسب، وكان نفسي انا اخد البطوله دي مع نادي سموحه، لكن طبعا النادي الاهلي كسب وان شاء الله ياخد البطوله، وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المباراه النهائيه ان شاء الله. في نهائي كاس مصر ان شاء الله يقدر ياخد البطوله بتاعت كاس مصر. في بطوله افريقيا طبعا لو النادي الاهلي ماشي بنفس السيستم اللي ماشي بيه هيقدر ياخد بطوله افريقيا ان شاء الله يعني. بتمنى طبعا ان هم يفضلوا واقفين ورا الفرقه وورا النادي، بتمنى طبعا ان هم يسندوني، واتمنى ان شاء الله ان انا افرحهم باذن الله. احنا بدانا كلام مع
أيمن يعني في نص شهر واحد كده أو آخر شهر واحد، ومع كابتن تامر النحاس وكيله يعني مدى إمكانية إنه يبقى موجود معانا. هو كان عاده ينتهي نهاية الموسم، كان آخر حاجة ليه ماتش امبارح، ماتش رسمي أو آخر ماتش ليه في العقد مع سموحة. اتكلمنا معاه من نص شهر واحد أو آخر شهر واحد يناير اللي فات يعني، وكان في تجاوب منه من كابتن تامر، وابتدينا نتكلم وقعدنا وحطينا شوية إجراءات كده في طريقة التعامل مع الموقف يعني، واحترمنا إن هو عقده ينتهي المباراة بتاعت امبارح أو آخر مباراة ليه لنادي سموحة، وبعدها نبدأ نكمل إجراءاتنا التعاقدية. دايماً أبناء النادي، أحد لاعيب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ما ترددش لحظة لما أنا كلمته وكلمت كابتن تامر وكيله، كان شاري طبعاً، وأي حد يتمنى يجي يلعب في النادي الأهلي، وخاصة إن هو أحد أبناء النادي الأهلي يعني. برحب بحضراتكم مرة تانية. يعني من يومين كان في مؤتمر صحفي للمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، كان بيتكلم على بعض الأمور الخاصة بالنادي، ويمكن كان جزء منها حقية أعضاء فرع الشيخ زايد، أعضاء النادي الفرع الشيخ زايد في التصويت في الجمعية العمومية القادمة طبعا للتصويت على اللائحة الداخلية للنادي الأهلي. يمكن طبعا الفترة اللي فاتت كان في بعض الامور خاصه بهذه المشكله، طبعا اعضاء الفرع الشيخ زايد اخذوا حكم بحقيتهم في التصويت في الجمعيات العموميه القادمه. يعني اكيد النادي الاهلي بيحترم القانون، بيحترم حكم القضاء، فبالتالي المهندس محمود طاهر كان اتكلم على الجزئيه دي في المؤتمر الصحفي طبعا، لان احنا نتكلم عليها اكتر في الفتره القادمه. يمكن هنشوف بقى ان شاء الله 25 26 اعضاء الجمعيه العموميه فرع الشيخ زايد هيصوتوا فين، هيتعاملوا ازاي مع الفتره القادمه، وايه سبب المشكله، وايه التعامل كان من خلال الجمعيه العموميه او اعضاء فرع الشيخ زايد في الفتره اللي فاتت لغايه لما اخذوا الحكم القضائي بحقيتهم في التصويت. هيكون معانا طبعا في هذا الموضوع والكلام عليه بشكل مستفاض استاذ المحامي استاذ وائل عوض، عضو الجمعيه العموميه والمستشار القانوني لاعضاء النادي فرع الشيخ زايد، فرع طبعا النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. ايضا الاستاذ المحامي عيسى مكرم، المستشار القانوني لاعضاء فرع النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. برحب بيك استاذ وائل، منور. اهلا بيك يا كابتن محمد، انا سعيد ان انا في بيتي ووسط ناس انا بحبها، وبشكر القناه ان هي ادتني لاول مره فرصه ان انا اوصل وجهه نظر اعضاء النادي الاهلي فرع زايد، وان انا ارد على الكثير من الادعاءات والكثير من الافتراءات اللي ملت مسامعنا في الفتره اللي فاتت. فانا بشكركم نيابه عن الناس كتير قوي يعني بيشكروكم عشان انتوا ساعدتونا ان احنا نعمل منورين طبعا، وده مهم جدا. احنا قناه الاهلي يعني كيان كبير، أكيد. كيان واحد، فاحنا بالتالي اي مشكله احنا بنواجهها كلنا لازم طبعا نعرضها بشكل كبير. ايضا استاذ مكرم، استاذ عيسى بكر، برحب بحضرتك طبعا، منور قناه الاهلي. ربنا يخليك فندم، بشكر حضرتك وبشكر كل الستاف العاملين في قناه النادي ومجلس اداره النادي الاهلي، ومتشكر جدا. تنور. خلينا في البدايه طبعا المشكله من الاول، او بدايه المشكله سببها، وفي نفس الوقت ايه الخطوات اللي اخذها اعضاء الجمعيه العموميه في فرع الشيخ زايد في ان هم ياخذوا حكم قضائي بحقيتهم بالتصويت في الجمعيات العموميه القادمه. بص يا كابتن محمد، الموضوع يتلخص في ان احنا ناس بنعشق هذا الكيان حقيقي، وفي البداية أنا عايز أقول يعني رسالة كده ولتفهم للجميع وإن شاء الله توصل للقلوب والعقول. أعضاء زايد لن يكونوا معول لهد حجر واحد في النادي الأهلي. أعضاء زايد هم أبناء للنادي الأهلي، بيتشرفوا كل الشرف ان هم يحملوا شرطه وان هم يحملوا اسمه. فدي رساله احب اوجهها لابناء واعضاء النادي الاهلي، مش هسمي جميع اعضاء النادي الاهلي، لن نكون معول لهدم حجر واحد في النادي الاهلي. القصه بتاعتنا بتبتدي ان احنا اشتركنا في النادي الاهلي طبعا عشقنا، وانا شخصيا كنت من احد امنياتي ان انا اعدي جنب سور النادي الاهلي
مش ان انا ابقى عضو فين. كلنا. فالحمد لله ربنا اكرمني وبقينا واكرم ناس كتير معانا وبقينا اعضاء في النادي الاهلي فرع زايد. الا اننا فوجئنا بوجود ماده غريبه الحقيقه، وهي الماده 21 في القرار في لائحه النظام الاساسي للانديه اللي هي 929 لسنه 2013 بتحظر وبتمنع عضو الفرع من ان هو يكون ليه حق التصويت او حق الترشح او حق ان هو يبدي رايه في اي شيء معروض عليه في الميزانيه. ده فرع اكتوبر فقط. فرع الشيخ زايد. فطبعا كان الامر يعني مثير وفعلا اثار حنق يعني ناس كتير جدا. يعني انا شخصيا من الناس اللي حسيت ان انا ازاي يبقى لي ما يبقى ليش راي في الكيان اللي انا فيه، مجرد ان انا ابقى موجود في مكان لازم يبقى لي راي فيه، راي في مستقبله، في حاضره، في طبعا ماضيه خلاص يعني احنا ما كناش جزء منه، انما لازم يبقى لي راي فيه. فطبعا عشان اختصارا للوقت احنا طبعا وكلنا الاستاذ عيسى ورفعنا دعوه امام القضاء الاداري. وهنا انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. الدعوه التي تم رفعها في القضاء الاداري هي دعوه لمجرد حصول اعضاء النادي الاهلي فرع زايد على حقوقهم الدستوريه اللي كفلها الدستور، وهي حقوق لصيقة بيهم يعني مش منحة من حد، ولم تتضمن على الإطلاق المطالبة بدخول أي فروع أخرى. تاني، دعوة أعضاء النادي الأهلي الشيخ زايد هي دعوة منصبة على أنه ياخدوا حقوقهم الدستورية اللي كفلتها المادة 87 والمادة 53، بل في المادة 53 قال لك تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. إذن أنا موجود في المحكمة عشان آخد حق الدستوري. تمام. ودي رسالة بقولها يا رب توصل للكل، إن 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 الأعضاء زايد لم ولن يبتغوا أي حق مش يعني مش مخول ليهم. لا إحنا حبينا نخش فروع زي فرع الجزيرة ولا مدينة نصر، نعلم تماما أن استكمال العضوية هي الطريق الوحيد لأن العضو أو عضو زايد يخش الفروع دي. تمام. مشينا في الدعوة والحمد لله كسبناه بتاريخ 15/3 تمام 2016 وحصل عليها اشكال، الاشكال برضو اترفض بتاريخ 5/7. يعني ده حكم نهائي. إذن هذا الحكم هو حكم نهائي ليس من 5/7، انما احكام القضاء الاداري بتبقى وجبه النفاذ منذ صدورها وبمسوده الحكم. استاذنا الاستاذ عيسى يصحح. ما انا هروح بقى للاستاذ عيسى واقول له يمكن السير بقى سير القضيه نفسها وبدايه الكلام استاذ وائل وضحه ان هو كعضو في الجمعيه العموميه وحته الدستور بيكفله ان هو حته عدم التميز او التمييز في جزئيه الرياضه، وان الجمعيه العموميه في النادي الاهلي او اعضاء فرع الشيخ زايد كانوا يهمهم مش عايزين يخشوا ولا فرع الاهلي الجزيره ولا مدينه نصر، لكن يعني يبقوا زيهم زي اعضاء النادي في كل حته. يعني سير القضيه بقى نفسها. فقط الدعوه اساسها كله الدعوه اساسها القصة كلها كان الاعتراض على المادة 21 من قرار وزير الرياضة 929 لسنة 2013 بلائحة النظام الأساسي للأندية. كانت بتقول لي بقى المادة دي: هو العضو الذي تقتصر عضويته على فرع النادي ويعامل معاملة العضو العامل في حدود الفرع المشترك فيه، ولا يكون له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي. طبعا ده مخالف للدستور والقانون. الدستور بيدي حق اصيل للانسان انه يبقى له حق التصويت وحق الانتخاب وحق الترشح، ده حق لصيق بيه لا يجوز الجور عليه ولا يجوز الانتقاص منه. رفعنا الدعوه بغيه، وعشان برضو نعيد الحق لاصحابه، كان سبقنا في هذا الامر نادي الزهور
المستشار عادل حسين رفع الدعوة اعتراضا على المادة دي وخد حكم في الجزئية دي بإلغاء الفقرة دي، وحازينا نفس الحز وأمننا بالفكرة دي لأنها فعلا حق، مش انتقاص من العدل، ولا احنا عايزين نرفع قضية لمجرد رفع قضية، وكانت القضية منصبة فقط على إلغاء الفقرة دي بمنعي من حضور الجمعية العمومية والتصويت والترشح فقط، لا طلبنا دخول الشيخ زايد فرع الجزيرة ولا طلبنا دخول مدينة نصر ولا تمتع بأي خدمات أخرى، فقط الحصول على حق أني أبقى عضو جمعية عمومية فقط لغير. ورفعنا الدعوة والحمد لله ربنا كرمنا وخدنا حكم من 15/3 واجب التنفيذ، أعلننا الجهة الإدارية وأعلننا الوزير المختص وأعلننا مجلس القومي للرياضة بتنفيذ الحكم. قالوا أن في إشكال مقام من النادي الأهلي، هنضطر نوقف تنفيذ الحكم لحد الفصل في الإشكال، وده منافي ومخالف للقانون، لأن الجهة الوحيدة التي تملك إيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري هي المحكمة الإدارية العليا، لجنة فحص الطعون. مش بمجرد الإشكال، وده خطأ قانوني فاحش بيقع فيه ناس كتير وبيتداولوه على الميديا وعلى الإعلام وفي التلفزيون، وإن الإشكال أقيم، لا، الذي يملك إيقاف تنفيذ الحكم فقط هي دائرة فحص الطعون، محكمة الإدارية العليا. أما وإننا استنينا الفصل في الإشكال، الحمد لله اتفصل في الإشكال في 5/7/2017 بالرفض والاستمرار في تنفيذ الحكم، أعلننا الجهة الإدارية مديرية الشباب والرياضة الوزير المختص مجلس القومي للرياضة النادي الأهلي، مشكورا النادي الأهلي فور إعلانه بهذا الإنذار، أفادوا بأن هم هينفذوا الحكم، لا يملكوا طريق آخر غير تنفيذ الأحكام القضائية إعلاء للقانون والدستور، ما هي دي دولة القانون والدستور التي تحترم القانون والدستور. وأي مسؤول في البلد لما بيجي يتولى منصب بيقسم في قسمه: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون. أن أحترم الدستور والقانون يعني أنفذ الأحكام القضائية مثل ما ورد فيها، ما فيهاش تفسير، ما فيهاش وجهة نظر، ما فيهاش انتقاص. أنا دلوقتي عضو جمعية عمومية من 15/3/2016 بموجب الحكم القضائي الصادر في الدعوة رقم 30817 لسنة 71 محكمة القضاء الإداري. من حقي كعضو فرع الشيخ زايد ان احضر الجمعية العمومية، ده كان المفروض ان احضر الجمعية العمومية الماضية اللي اتعملت في 15/3 و16/3، كان المفروض الحكم بيقول اني احضر الجمعية دي، الحكم صدر وينفذ بمسودته، كنت اروح للجهة الإدارية تفضلي الحكم، ابقى عضو جمعية عمومية من الفترة دي، من الجمعية العمومية السابقة مش اللي جاية، ده حق مكتسب بقوة القانون. تمام. وإحنا دلوقتي بقى في قدام، خلاص إحنا النادي الأهلي أعلن تنفيذ الحكم. جميل. أنا شايف بقى على الفضائيات، مديرية الشباب والرياضة بعتت جواب للنادي الأهلي بأنك نفذ الحكم كما ورد في منطوقه، عظيم جميل. كانت في مداخلة في أحد البرامج الرياضية للسيد الوزير قال جملة كده، أنا لحد دلوقتي عمال أفكر وأدور لها على التأثير القانوني يعني. بهذا الخصوص تحديدا حكم النادي الأهلي فرع الشيخ زايد وحكم نادي الزهور، على بيتكلم على عضو الفرع، بيتكلم على المقارنة ولا بيتكلم على تنفيذ الحكم؟ تنفيذ الحكم، تنفيذ الحكم. وقالها كده صراحة، في استحالة في التنفيذ، أي استحالة معالي الوزير في تنفيذ حكم قضائي؟ ومش واجب على أي مسؤول إن يبقى في حكم قضائي تنفيذه لإلا هيتعرض لمعاقبة معينة؟ ما هو ده اللي بنقول، يعني ده إجراء المعاقبة ده إجراء لاحق، يعني لاحق. أنت دلوقتي أنا بعت لك وأعلنتك وأخترت حضرتك بموجب القانون والدستور نفذ الحكم، حضرتك تجاهلتني، ما عجبكش كلامي، ضربت بالأحكام عرض الحائط، طب أنا هعمل إيه؟ هاخد ضد حضرتك إجراءات قانونية، عدم تنفيذ حكم قضائي وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، لكن إحنا مش هنلجأ لدي، أنا بتكلم على التصريح اللي صدر من مسؤول، أعلى مسؤول للدولة في شؤون الرياضة، يقول استحالة تنفيذ الحكم. طيب استحالة تنفيذ الحكم معالي الوزير، طيب أنت في حكم نادي الزهور في جمعيته المنعقدة 11/3/2016 نفذت حضرتك حكم محكمة القضاء الإداري بأن عضو نادي الزهور فرع التجمع الخامس عضو جمعية عمومية وله حق التصويت والحضور، نفس الحكم يا فندم، نفس المبدأ القانوني اللي أقرته المحكمة. حضروا بتوع نادي الزهور
وادلوا بصوتهم في الجمعيه الماضيه في 11/3 تمام زي الفل اتنفذ. نيجي عند النادي الاهلي لا، هيبقى في استحاله تنفيذ. طب حد يقول لي، حد يديني سبب واحد لهذا المنطق؟ ده حكم قضائي ما فيهوش اجتهاد، ما فيهوش وجهه نظر، ما فيهوش تفسير، ده حكم ملزم منذ صدوره. طب استاذ وائل، يعني وجهه نظرك ليه سياده الوزير ممكن يكون يعني بالرغم ان نفس الوضع لنادي الزهور وتم تنفيذ الحكم وتم تنفيذ واعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزهور راحوا وصوتوا، ليه استحاله زي ما بيتكلم كده استاذ عيسى؟ سياده الوزير اتكلم في الجزئيه دي. ارد؟ اتفضل. عشان النادي الاهلي. طيب لا وضح لي. انا هو انا الحقيقه يعني انا هحاول اضبط يعني الكلام مع نفسي، لان انا منفعل جدا. ليه بقى؟ لان اللي قاله الاستاذ عيسى مش اول حاجه قيل، ان انتوا لو في حكم بيديكوا هذا الحق فموجود حكم تاني اللي هو حكم نادي الصيد بيقول لا اعضاء الفروع ما يخشوش. يا فندم يعني اذا تعبت نفسك وسالت الاداره او المستشارين القانونيين، واذا تم قراءه حكم نادي الصيد بشيء من التمهل، هتجد ان حكم نادي الصيد تم عدم قبوله لانه بناء على حاجه شكليه، المحكمه ما دخلتش في الموضوع. الموضوع يعني هم رفعوا قضية تاني وهيكملوه وهيكملوا المشوار بتاعهم، إلا إن يعني ليه إحنا بنختلق الأعذار والمبررات لعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي؟ أنا ده التساؤل اللي أنا ده التساؤل الأول اللي أنا عايز أسأله. ليه الأعذار لدرجة إنه تم تفسير، يعني أنا أربو بسيادة الوزير وهو شخصية يعني نحترمها ونقول لها، تم تفسير مادة في القانون اللي هي المادة 6، واتقال ان في طبقا للمادة ان هي تلغى الأحكام الرياضية في ظل القانون القديم. اهو القانون. طيب يعني برضه بدون قصد، معلش انا الجهة الإدارية الخاصة ب ما انا جاي لحضرتك اقرت بالجزئية دي ويجب تنفيذ الحكم. ما انا جاي لحضرتك من خلال الاستاذ محمود سويلم، محمد سويلم، محمد سويلم انا اسف. تلغى الاحكام الخاصه بالرياضه المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنه 75. الله اعلم، لان انا من كتر التفسيرات وكتر الاقاويل انا بقيت متلخبط مين اللي بيقول الكلام ده. انما انا سمعت ان في احد الساده الكرام فسر هذه الماده ان كلمه احكام دي يعني احكام قضائيه، انما هو الماده بتقصد الأحكام يعني الرولز، القواعد. لغى قانون، قواعد قانون قديم، لغى نصوص، إنما أو نصوص القانون القديم. إنما أنا ما شفتش الحقيقة، ويعني ربنا يدينا كلنا العمر، إن في قانون بيصدر بيلغي أحكام صدرت. وبعدين إحنا بنتكلم يا جماعة عن محكمة القضاء الإداري. محكمة القضاء الإداري دي قضاء أجلاء، الأحكام بتاعتهم بتؤخذ إن هي مبادئ. طيب الشيء بقى اللي حضرتك بتقول لي عليه اللي هو بتاع الأستاذ محمد سويلم. الأستاذ محمد سويلم بعت جواب تنفيذ الحكم للنادي الأهلي، وفوجئنا. أنا ما وصلنيش حاجة أكتر من هذا الكلام، ويا رب ما يوصلني. إنما أنا بقول إن أنا فوجئت لحكم نادي الزهور او في دعوه نادي الزهور ان هم بيبعتوا جواب مضاد للي بعتوه قبل كده. هم بعتوا جواب لنادي الزهور قالوا لهم نفذوا الحكم، الى ايه؟ فوجئوا بجواب تاني بيقول لهم نفذوا الحكم، بس انت يا مجلس اداره اللي مسؤول وفي ضوء قانون 71 لسنه 2017. يعني ايه؟ وتعليمات اللجنه الاولمبيه. يعني ايه؟ يعني انا هو اللي بعت هذا الخطاب مش شايف حد. يعني هو بيتلاعب مش شايف حد. كون ان انا ابعت جوابين متضادين لهذه الدرجه، شويه نفذ وشويه ما نفذ طبقا لده، عشان نفس طب مين؟ احمد ولا استاذ احمد؟ مين؟ طيب نسيبنا بقى من النقطه دي.
اثناء اعداد اللائحه الاسترشاديه. نما الى علمنا ان في بعض البنود كده اهوت مش مظبوطه فيها. انا قمت انا توجست يعني قلت على سبيل الاحتياط قلت اعمل انذار للمهندس هشام حطب وله كل التقدير، بقول له لو سمحت اثناء اعدادك للائحه خلي بالك ان انت ما تضمنهاش اي بنود تخالف الاحكام اللي صدرت بخصوص اعضاء الفروع. اهو الانذار اهو، عشان لو ما كانش المهندس هشام حطب شافه اهو، وملحق به الحكمين الصادرين من في حق نادي الزهور والحكم الصادر في النادي الاهلي. حق النادي الاهلي. الحقيقه كانت الاستجابه سريعه، يعني ان ما حدش عبرنا اصلا. مش مشكله. فوجئنا باعاده نفس الماده بنفس كيانها البغيض في هذه اللائحه، وكل الاعلاميين ولهم مني كل التقدير بيطلعوا ويتكلموا وتيجي سيره الفروع ما فيش ما حدش. طيب هذه الماده التي وصفتها المحكمه بانها ماده غير مشروعه، ماده غير مشروعه بتتعاد لمصلحه مين؟ بتتحط تاني لمصلحه مين؟ ويا ريت اتعادت يعني 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 اللي اعادها تقريبا بيوم عين في يعني في اهانه عضو الفرع اكنه مش من مصر. الماده زي ما تفضل الاستاذ عيسى اتشال منها كمان، قال له يعني انت كمان هتبقى عضو عامل في حدود الفرع؟ لا شيل. ايه ده؟ طبقا للمواثيق والمعايير الدوليه. ومع ذلك رحت بعت له انذار تاني اهو يا باشمهندس في 29/7 29/7 هذا الانذار، هذا الانذار فحواه ان لو سمحت طبقا لما هو مخول لك من انت تقدر في الماده 3 من اللائحه ان انت تقدر تعدل اللائحه الاسترشاديه. اهي الماده 3 اهي من اللائحه الاسترشاديه، هي بتقول وللجنه الاولمبيه المصريه تعديل احكام لائحه النظام الاساسي للانديه الرياضيه اللائحه الاسترشاديه، اللي الباشمهندس هشام حين سئل في احد البرامج هل لك حق تعديل اللائحه؟ قال له لا. انا انذرت المهندس هشام حطب بموجب هذا البند انه يغير الماده الصادره في اعضاء في حق اعضاء الفروع، وحملته المسؤوليه. طب عشان ما نتوهش، معلش اقول الحته دي. كده في تضارب ما بين اللائحه الاسترشاديه والحكم الاعضاء. مش تضارب. هو رمى، ما بصش، مسح الحكم، ما بصش للحكم الصادر في أصلاً. الدعوتين سواء ده في نادي الزهور او في النادي الاهلي. طيب. ما بصلهمش. وقلت له انا بحمل عشان النقطه دي مهمه، بحملك بطلان اي جمعيه عموميه للنادي الاهلي لم يدعى اليها اعضاء زايد. احنا بنعمل قانون جديد عشان بقول لحضرتك ليه بقى بطلان تاني وكل ليه بقى حضرتك الجزئيه عايزين نفهم منها الصراحه. لان الاهدار المالي العام اهدار المالي العام اللي هو السيد الوزير عايز يوجهه للنادي الاهلي، اهدار المالي العام يا سيدي الفاضل هو ده بعينه ان انت تعلم ان في احكام صادره في حق اعضاء الفروع وتتجاهلها وتعيد نص الماده وتدي كمان الحق للانديه ان هي تعمل جمعياتها. ازاي؟ ازاي ان هي تعمل جمعياتها العموميه وهو في حكم ناس متجنباه مش هتحضره؟ يبقى اذا اهدار المال العام اللي متجلب بصوره يعني لا خلاف عليها هو ان انا خالف الاحكام القضائيه، وبسمع كل يوم وكل دقيقه احنا بنحترم القانون، احنا بنحترم الاحكام، هو فين احترام الاحكام؟ متجلي في ايه؟ متجلي في ان في صراع شديد على عدم تنفيذ الاحكام الصادره من محكمه القضاء الاداري وخصوصا عضو الفرع بزايد. استاذ عيسى يبقى احنا كده بنتكلم ان في محاولات دايما
على او قطع الطريق على النادي الاهلي ان هو ينفذ حكم المحكمه. تشوف ليه بقى؟ يعني هي دي النقطه اللي احنا عايزين نوصل لها مع استاذ وائل. يعني ما هو ده اللي احنا يعني ده اللي الواحد بيفكر فيه من ساعه صدور الحكم، من ساعه الفصل في الاشكال، خلاص الحكم اصبح نهائي واجب التنفيذ، بنلاقي مبررات وعراقيل دون سبب ودون جاء بنعمل مشكله من لا مشكله. ما هو مفيش مشكله، انت في حكم قضاء قال انا هنفذ، النادي يعني الاهلي قال انا هنفذ، كمجلس اداره قال انا هنفذ منطوق الحكم طبعا مشكورا. اعلاء تنفيذ الحكم يعني اعلاء للقانون والدستور، ده واحد زائد واحد يساوي اتنين. تمام. ابجديات حكم قضائي ضد حضرتك، طعنت عليه، خدت اجراءاتك، اصبح واجب النفاذ، حضرتك هتنفذ الحكم يا جهه اداريه، نفذ الحكم. طيب اللجنه الاولمبيه وزاره الشباب والرياضه متمثله في الساده الافاضل رؤسائها على راسنا ولهم التقدير والاحترام، ايه وجه الاعتراض في تنفيذ الحكم؟ ايه وجه؟ هات مبرر قانوني، قانوني مش كلام مرسل هنقعد نقوله على الفضائيات او نقوله في الصحف والمواقع الالكترونيه بلا سند قانوني من القانون او الدستور. هات لي حكم انت يا فرع زايد خدت حكم قضائي، حضرتك محكمه القضاء المحكمه الاداريه العليا لغت الحكم بتاعك على الراس والعين. تمام. اما وان ما فيش ده يبقى حضرتك تنفذ الحكم. طب نيجي بقى، طيب احنا عملنا دستور زي ما الاستاذ وائل اشار للقصه دي، عملنا انذارين انذارين للمهندس هشام حطب ان حضرتك راعي الاحكام القضائيه دي وانت بتعمل اللائحه الاسترشاديه، ما تهدرش الاحكام القضائيه، ما تهدرش حجيه الاحكام القضائيه. طيب راح الاحكام القضائيه انذارين واستلموهم واعلنوا بيهم. طيب تمام، احكام ايه دي؟ الفروع بتاعه النادي الاهلي والظهور؟ لا لا، هات في المادة القديمة كانت بتقول ايه اللي اتلغت بحكم قضائي. كانت بتقول عضو الفرع في حدود عضو عامل في حدود فرعه، لا الغيها كمان. ولا يحق لها حضور الجمعية العمومية. ما نبقاش متحاملين على حد، لو حد يعني من مش ترشح يا استاذ او وزارة الرياضة عايز يرد، يا ريت احنا على الهوا اهو وعلى استعداد نرد على اي حد يعمل مداخلة معانا، طبعا يتواصل معانا عن طريق التليفون. بس فاحنا عايزين نعرف يا فندم ايه المقصد؟ يعني ايه المبرر؟ انت حضرتك ايه يدير اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة في إن عضو الفرع يبقى عضو جمعية عمومية؟ إيه يديره؟ طيب أنت حضرتك بتقول لي لا، ما أنت ده بتاع عضو الجزيرة دافع 250 وحضرتك دافع 75، ما ينفعش على راسي من فوق أنا دافع 75 عشان ما أخشش الجزيرة، دافع 75 عشان ما أخشش مدينة نصر. تمام. ما تمتعش بأي خدمات إضافية ولا أي حاجة على رأس، إنما اللي دافع 250 يروح الجزيرة ويروح مدينة نصر ويروح التجمع ويروح الشيخ زايد، حقه. أنا فقط، بس ما تحرمنيش من حق دستوري عشان مش دافع الفرق بين العضوية والكلام. ما هو ده اللي دايما ده دايما المبرر الغير قانوني اللي بيطلعوا يقولوا بيه ويقولوا بيه ويقولوا بيه. طيب أنا بس قبل ما أروح السؤال سريعا، يعني أنا بس جزئية خلاص، إحنا يعني إحنا بنقول المشكلة وقلنا المشكلة وإيه السبب ليه. تمام. هم عايزين يعرقلوا الجزئية دي، ولكن أو بعض الجهات عايزين يعرقلوا جزئية الحكم ده، ولكن خلاص الحكم اتاخد والنادي الأهلي قرر. تمام. ان يوم 25 و26 الجمعيه العموميه هتكون في مدينه نصر وايضا فرع جزيره. تمام. دور بقى الجمعيه العموميه اللي اخذت او الجمعيه العموميه الخاصه بفرع الشيخ زايد هيعملوا ايه في هذا او اليومين دول بالذات؟ يعني الجمعيه العموميه للنادي الاهلي القادمه دي اخطر جمعيه عموميه في تاريخ النادي الاهلي. لان دي اللي بتحدد كيان وليحه وميثاق النادي الاهلي اللي هتمشي عليه اجيال مدى الزمان. تمام. أجيال إن شاء الله بإذن الله. اللائحة النادي الأهلي، الجمعية الخاصة لاختيار اللائحة الخاصة للنادي الأهلي دي أخطر جمعية، وأنا من خلال حضرتك بنشد كل أعضاء النادي الأهلي، كل أعضاء النادي الأهلي في مركزه الرئيسي وعلى اختلاف فروعه، إنه يأخذوا الموضوع ده مأخذ الجد ويحضروا ويصوتوا، عشان النادي الأهلي أكبر نادي في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وعلى مستوى العرب، ما ينفعش تفرض وتملى عليه لوائح من صنع الغيب. تمام. ايه اللي هيحصل لاعضاء الجمعيه العموميه في اليومين؟ ان شاء الله يحضروا باذن الله. فين بقى عشان برضو نوضح للناس؟ لان طبعا هيحضروا ان شاء الله في المركز الرئيسي في الجزيره. في الجزيره باذن الله. لكن ولهم الحق في ولهم الحق شوف موجوده. تمام. احضر هنا انا ليا صوت، هروح ادلي بيه، هدلي بيه في مدينه نصر، هدلي بيه في الجزيره، من حق. ما فيش ما يمنع قانونا من تنفيذ الحكم وحضور اعضاء زايد وفقا لصحيح قانون الرياضه الجديد. احنا مش بنجيب حاجه من
عندنا. تمام استاذ وائل، لو كنت عايز تضيف حاجه عشان عندي سؤال ليك خاص باللائحه الداخليه للنادي الاهلي ورايك فيها واللائحه الاسترشاديه، بس سريعا بقى معلش. بص حضرتك في بس اخر نقطه، انا بلاحظ ان السيد الوزير وناس كتير جدا بتدفع الى ترسيخ المبدأ المادي في هذه المادة، ان ازاي اساوي ابو 20 بابو 100، تساويه في ايه يعني؟ يعني حضرتك تساويه في ايه؟ في حقوق الدستورية؟ ما هو متساوي في حقوق الدستورية. خدمات؟ ما هو ما حدش بيقرا يا فندم. لو تم قراءة حكم نادي الزهور اللي خده المستشار عادل حسين اللي بيجاهد لوحده، هيتعرف ان المحكمة تعرضت لهذه النقطة. انا فندم ساكن في كومباوند وغير ساكن في قصر بخمسة مليون جنيه، وغيري ساكن ب 500 الف في القسم بتاع المنازل. هل انا بقعد اتحاد شغالين وهو لا؟ ازاي يا فندم؟ دي حقوق. وانا بوجه رسالة لمعاليه، انا مش هشتري حق الدستوري. حق الدستوري ليس منحة من أحد. حق الدستوري الدهون الدستور. إنما لن أتعدى حدودي وإن أنا أروح آخد حق مش من حقي. ودي رسالة للجميع. من يريد إنه يخش فرع الجزيرة فرع مدينة نصر عليه استكمال العضوية، والسادة أعضاء النادي السادة أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد اللي استكملوا العضوية يعلموا تماما ان انا كنت واقف جنبهم. انما عشان نكرس للمفهوم المادي، لا يا فندم مش هشتري حق الدستوري. لو ده اخر يوم في حياتي مش هشتريه. استاذ وائل رايك سريعا بقى في اللائحه؟ والله بص انا اللائحه الحقيقه، بص هقول لحضرتك برضه سريعا بس. ماشي يا فندم. اللائحه الخاصه بتاعه النادي الاهلي، انا عشان برضه دي حاجه بقولها سريعا، هي في البند اللي يخصني انا اتشال منها حق الترشح. وده الموقف بتاعي اللي برضه عايز اعضاء زايد يسمعوني فيه. انا احنا كلنا لن نفرط في اي حق، ولكن وجب علينا ان نقف بجانب نادينا. يجب علينا ان نقف بجانب نادينا نسنده يعبر اي محنه بغض النظر عن الاشخاص. انا لا اساعد اي اشخاص ولا اكون عقيده لاي شخص. انا بقف وبساند الكيان اللي انا بعشقه. لذلك انا هتكلم معلش يا كابتن محمد عن النقطه دي. بقيه اللائحه معلش انا ما اسعفنيش الوقت ان انا يعني طيب. يعني هو برضه عشان برضه راي حضرتك كعضو جمعيه عموميه، انا معايا برضه استاذ محروس بدر عضو جمعيه عموميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، برضه يهمنا ان نشوف طبعا يعني طبعا محروس استاذ محروس طبعا يقول لنا رايه في هذا الموضوع. استاذ محروس مساء الخير على حضرتك. كابتن محمد مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على المستشار وائل وعلى المستشار عيسى يا فندم. المصري عيسى. يعني انا بستاذن حضرتك بس، هو طبعا الموضوع بتاع اهلي زايد قتل بحثا، وانا رايي ان في اساسا في حكم محكمه، يعني بعد حكم المحكمه ما فيش تبرير تاني. صحيح. واحنا طبعا مع حقوقنا الى اخر المدى، وطبعا نشكر مجلس الاداره ان هو ادانا الحق ده بصيغه الحكم ورأيه انه منقوص، بس يعني مش هو ده الموضوع دلوقتي. انا بس عايز اتكلم في خلاص اهلي زايد، احنا كده خلاص والحمد لله خدنا حقنا وهناخده والاخر المدى مع حقوقنا يعني. وده على فكره اي حد قانوني وغير قانوني المفروض يبقى معانا في الموضوع ده. انا برضو هوجه كلمه بس للاعلاميين اللي هو هدفهم يعني يقالوا ما اهلاويه، وانا ما عنديش شك ان هم في اهلاويتهم، بس عايزين بس نتكلم لما يجي نتكلم في حاجه قانونيه يستدعى القانوني عشان يناقش فيها. ما ينفعش وانا بتكلم في حاجه قانونيه ان انا اجيب صحفي مع احترامي لكل المهن، يبقى المفروض انا بتكلم على حاجه قانونيه اجيب قانوني اناقش فيها. لما اجي اتكلم على اهلي زايد واهل مدينه نصر واهل الجزيره، عمر الاهلي طول عمره مؤسسه واحده وهتفضل مؤسسه واحده. صحيح. ما ينفعش اقول في برنامج مشاهد ومن الاهلاوي انا شخصيا اتفرجت عليه ان اهلي زايد بقى يكرهوا اهل مدينه نصر واهلي. يا جماعه ما ينفعش. طب اهلي زايد يعني انا داخل كده اهل الجزيره مثلا، لو قدر لي على فكره انا ب 30 جنيه بخش اهل الجزيره طبقا للقانون، فيعني الموضوع مش مادي. لكن هل انا وانا داخل لو حد ما يعرفنيش هيعرف ان انا اهلي زايد من قرتي؟
وهيكرهني. هل بتاع مدينه نصر اهل مدينه نصر لو داخل اهل الجزيره مكتوب عليه اهل مدينه نصر وعشان كده هيكرهه؟ يا جماعه ما ينفعش دي، احنا بنتكلم على الاهلي. في حاجه، الحاجه الثانيه انا لما بوصل يا فندم اي يعني حتى الناس اللي بتتكلم عن الحاجات دي اساسا اعضاء مجلس الشعب وحضروا انتخابات، هل الدوائر الانتخابيه في دايرتهم الانتخابيه عادتها من 20 سنه هو نفس عادتها دلوقتي؟ انا مستغرب. يعني 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 بطبيعه الاحوال كل فتره وكل ما بيزيد عدد السكان وبيزيد من له حق التصويت بتفتح له لجان انتخابيه ثانيه. معاك. فانا يعني الناس يعني حكموا ضميركم، حكموا اهلويتكم. اللي 25 و26 انا عن نفسي رايح 25، انا مش هستنى اليوم 26. جميل. انا 25 دي حاجه جميله، دي حاجه جميله جدا. اهلي مدينه نصر. لان انا اهلاوي. تنور. انا اهلاوي. تنور طبعا. طبعا. دي شرف الاهلي. الاهلي عمره ما يملى عليه لائحه. جميل. الاهلي هو من وضع اللائحه سنه 1907 فعلا قبل ما كان في قانون. فانا ضد ان الاهلي يفرض عليه لائحه. صحيح. بغض النظر عن حتى لو هي مصلحه شخصيه، الاهلي لا يفرض عليه لائحه. الاهلي هو زعيم الرياضه في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط. صحيح يا استاذ محروس، يعني اكيد طبعا كلامك مظبوط 100%. النادي الاهلي ده تاريخ كبير، تاريخ موجود، كيان كبير ومؤسسه كبيره رياضيه داخل مصر ويمكن في الوطن العربي وافريقيا، وصول العالميه طبعا موجود، فبالتالي هي قاطره بتشد الرياضه لقدام من خلال تواجدها في احسن حال. بشكرك استاذ محروس باد، طبعا عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي فرع الشيخ زايد. استاذ وائل يعني اخيرا تعليق على يعني قبل ما اقفل، يعني خلاص انا وقت انتهى مع حضراتكم. تمام. يعني تعليقا سريعا لو انت عايز تعلق على اي حاجه. من يتوهم ان احنا هنتنازل عن حق من حقوقنا، فانا باكد له ان احنا لن نتنازل، لن نتنازل، والى اخذ حقوقنا المشروعه التي لا تتضمن تعدي على اي احد الى اخر الظهر. واحنا بنحب الكيان ده وهنسنده، ولو على مصالحنا هنسنده، لان احنا بننتمي اليه قلبا وقالبا. ارجو اعضاء زايد اللي سامعيني اقفوا جنب ناديكم عشان تثبتوا ان انتوا كنتوا على احق بان انتوا تتعبوا طول السنتين دول وتاخدوا الحكم ده. تمام. اذا لم ينفذ هذا الحكم عملا منكم يبقى احنا خذلنا نادينا. شكرا استاذ وائل. شكرا يا فندم. استاذ عيسى لو برضه بضم صوتي صوت وائل بيه ومش هضيف اكتر من اللي قاله. وبشكر حضرتك جدا على استضافتك الكريمه. بشكركم استاذ وائل طبعا. بشكركم استاذ عيسى، يعني اكيد حاجه محترمه. ويمكن زي ما بنقول المهندس محمود طاهر لما طلع في المؤتمر الصحفي قال انا هنفذ حكم المحكمه، يعني طبعا وجود الجمعيه العموميه فرع الشيخ زايد باصواتهم في الجمعيه العموميه القادمه الخاصه طبعا بالتصويت على اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي في المرحله القادمه. لا ده حاجه مميزه جدا جدا جدا. طبعا النادي الاهلي نادي كبير زي ما بقول لكم، قاطره قاطره الرياضه في مصر، هي اللي بتشد جميع الانديه بشكل كبير. فبالتالي نتمنى طبعا الجمعيه العموميه تشارك بشكل كبير، تقول رايها لا دي حاجه خاصه بيهم وكل واحد ليه رايه. فبالتالي احنا عايزين نادينا يبقى في احسن حال، وخلينا زي ما بنقول السلوجان اللي موجود شارك في صنع مستقبل ناديك، هو ده السلوجان الموجود بالنسبه للنادي الاهلي، واللي احنا نتمنى ان شاء الله مستقبل مبهر ويكمل دايما تاريخ النادي الاهلي باستمرار من خلال بطولات، من خلال شكل مميز. احنا عندنا فرع رابع ان شاء الله في التجمع الخامس، نتمنى طبعا يبقى مميز زي الدنيا زي بقيه الفروع. فبالتالي كل التوفيق للنادي الاهلي، ايضا لمجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله في اليومين الجايين دول مهمين صعبين جدا، والجمعيه العموميه طبعا تكون موجوده. بعد الفاصل ان شاء الله هكون معايا نجم كبير، نجم من نجوم مصر يعني، وواحد من المدربين المميزين جدا اللي دربوني انا شخصيا، يعني زي ما بنقول واحد من نجوم سيد البلد، كابتن محمد عمر من المدربين المميزين، طبعا هيكون ضيفي. هنتكلم طبعا عن الاتحاد، هنتكلم على تجاربه في الاردن والكره الاردنيه، خصوصا في الفتره اللي فاتت كان في هنا البطوله العربيه والفيصلي الاردني، وهو كان واحد من المدربين المميزين اللي اضافوا للكره الاردنيه من خلال فريق الوحدات الاردني. لكن طبعا كلام كتير هيكون مع كابتن محمد عمر بعد الفاصل.
برحب بحضراتكم مره تانية. يعني هيكون معايا نجم نجوم مصر طبعا، واحد من احرزه كاس الامم الافريقيه 86، نجم كبير. انا طلعت كنت بتفرج على هذه البطوله، كنت لسه صغير كده وشفت منتخبنا الوطني بياخد هذه البطوله، وكان من ضمنهم كابتن محمد عمر. يعني حاجه كانت مميزه جدا طبعا في التاريخ لما يكون لاعب بيلعب في نادي الاتحاد او بعيد عن الاهلي والزمالك ويبقى موجود وياخد كاس الامم الافريقيه، اعتقد بتبقى حاجه مميزه. يمكن كابتن محمد عمر من اللعيبه اللي اخذوا ايضا بطوله الالعاب الافريقيه او ذهبيه الالعاب الافريقيه اللي كانت في نيروبي 87، دي حاجه برده مميزه بتضيف له طبعا لتاريخه كبير طبعا، غير طبعا تاريخه التدريبي المميز جدا مع منتخبنا العسكري، ويمكن حصل على بطولتين لكأس العالم مع منتخبنا العسكري كابتن محمد عمر، وبطولة مع بطولة أفريقية أو بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات العسكرية. تاريخ طويل للتدريب وتاريخ طويل كلاعب، فدي حاجة مميزة جدا. يمكن كابتن محمد عمر كلاعب هو معروف في اتحاد اسكندريه طبعا، سيد البلد زي ما بنتكلم، هو نجم من نجوم هذا النادي العريق، النادي الكبير اللي انا واحد من الناس برضو اللي لعبت فيه، وكان كابتن محمد عمر مدربي في التوقيت ده. قد ايه هو ليه طابع مميز جدا في التدريب. طبعا كابتن محمد عمر يعني من المدربين الهاديين اللي دايما بيفكروا قبل ما يتكلموا، ودي دايما في المدير الفني بتبقى ميزه، انك ما فيش نرفزه، ما فيش تعامل عنيف مع اللعيبه، بتفكر بشكل يعني زي ما بقول اصحاب الكرافتات الشيك. كابتن محمد عمر هو واحد من هؤلاء المدربين، فبالتالي حاجه مميزه جدا. طبعا كابتن محمد عمر اشتغل في الوحدات الاردني، اشتغل في الدوري الليبي طبعا لسنوات كبيره طويله، وايضا مدير فني الاتحاد السكندري والمصري ودمنهور ومنتخب مصر طبعا للناشئين. لو نفتكر المرحله كابتن محمد عمر كان فيها. كابتن محمد عمر بينورنا النهارده في قناه الاهلي، ودي حاجه مميزه ليا، بتشرف ان انا احاوره النهارده من خلال تواجده في القناه. كابتن محمد برحب بيك. كابتن محمد بعد المقدمه دي انا بشكرك وسعيد ان انا موجود معاك، ودايما ببقى سعيد وانا موجود في قناه النادي الاهلي لانهم عارفين كويس قوي معزتهم عندي. يعني طبعا في تواصل دايما يا كابتن، يمكن دائما ما بين نادي الاتحاد والنادي الاهلي، وده بنشوف كده. يعني كان في وليد صلاح الدين، يمكن انا فاكر الفرقه اللي انت كنت عاملها كابتن، وليد صلاح الدين وكان منى وكان نادر السيد مجموعه، كانت فرقه هايله كابتن في التوقيت ده. وبعد كده لعيبه كتير كانوا موجودين ايضا عملوا، وحضرتك كنت عامل معاهم فرقه جيده جدا، كانت واحد منهم انا، سعيد عبد العزيز، رامي سعيد، مجموعه كبيره جدا كابتن. لا هو هنرجع شويه بالتاريخ. علاقه النادي الاهلي بنادي الاتحاد السكندري من ايام المرحوم الكابتن صلاح سليم. صحيح. وافتكر وقتها كان دايما يقول كده، زمان ما كانش فيه احتراف، انا بتكلم على اواخر السبعينات والثمانينات، فكان يقول اللعيب اللي النادي الاهلي هيسيبه او نادي عاوزه، نادي الاتحاد له الاولويه وبنص الثمن. جميل. واكم من وانا لاعب الحقيقه، كان رئيس النادي الاتحاد الاسكندري الاستاذ عبد الله علي حسن المحامي، كان نقيب المحامين في اسكندريه، وكان مقرب من المرحوم انور السادات، فكنت دايما اقابل الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه عند الاستاذ عبد الله، كان بيعشق الاستاذ عبد الله، فهو علاقه ممتده. وافتكر يعني بدايه ما خدنا سمير فوزي وخالد مصطفى، و المجموعة دي كانت البداية، وبعد كده المجموعة اللي حضرتك قلت عليها، وبعدين انت في نهاية المطاف. فالعلاقة موجودة من زمن طويل. لا هي علاقة جميلة وانا بحسها حتى في جمهور الاتحاد الاسكندري كابتن، يعني اي لاعب حضر من النادي الاهلي بالذات وجوده في الاتحاد الاسكندري بيحسها ان في تقارب بشكل كبير. جمهورنا جمهور انت يمكن عشت معاه وعارفه، جمهور طيب وجمهور ذواق وجمهور بيحب الانسان اللي بيخلص للنادي بتاعه. صحيح. وبالتالي بيحتضنه، واعتقد ده اللي حاصل مع معظم نجوم النادي الاهلي اللي لعبوا في نادي الاتحاد السكندري. ده بالاضافه زي ما قلنا العلاقه بين الناديين هي علاقه ممتده وعلاقه جميله، ومن هنا حب جماهير نادي. انت ما عرفتش قعدنا يا كابتن في نادي الاتحاد. طبعا انت هربت مني بقى. انا بص يعني حضرتك عملت كده، مش عارف اقول لك ايه، عايزه يعني انا خلاص كنت رايح بتروجيت في التوقيت ده، كنت مختار طبعا واحد من ولاد النادي الاهلي. طبعا التاثير بيبقى موجود ومدربي في قطاع الناشئين، ومش عارف اقول لك ايه، حضرتك غايه في الادب والاحترام وانت بتتكلم معايا وبتنصحني، ولكن طبعا في الاخر بقى رحت بتروجيت، ولكن كان وجودي معاك كابتن كان يعني حاجه مميزه جدا. وكابتن محمد نور طبعا عشان ما اقدرش انساه يعني. طبعا طبعا. وانت يعني الحقيقه انت كنت لعيب جميل والله، بدون النظر عن انت كنت في الاتحاد او غيره، انا كنت متابعك من ايام المنتخب الاولمبي مع الكابتن حلمي طولان. صحيح. وكنت انا بص هقول لك، انا بحب المهاجم
بالتحديد اللي بيلعب بدماغه كويس. لان انا كنت بجيب جوان بدماغي يعني، كنت مدافع من اللاعبين. فانت كنت من المميزين جدا في النقطه دي بالتحديد، بالاضافه لان الحقيقه انت كنت طالعه قويه جدا يعني، كنت مهاجم نموذجي. وبالتالي انا وقتها كان استاذ محمد مسلحه رئيس النادي صحيح، وقال لي هنقعد محمد فاروق باي طريقه تصرف. يمكن احنا زعلنا هناك عنده طبعا كلنا زعلنا. محمد صديق ليه لغايه دلوقتي هو زعل، قال لي يا عم كنت تقعد يعني. الاحتراف شخصيه جميله. طبعا يا كابتن يعني انت منورني. خليني ابتدي معاك يعني، طبعا انا لازم اتكلم على كابتن محمد عمر وفتره التدريب وكابتن محمد عمر في الفتره الجايه اللي هيكون ايه مشوار. ولكن خليني اقول لك مباراه امبارح، يعني بنتكلم على كاس مصر في الوقت الحالي. النادي الاهلي امبارح كسب سموحه، الفريق السكندري اللي بيقدم كره اسكندرانيه جميله في التوقيت ده، يمكن بيعوض غياب نادي الاتحاد اللي بقاله فتره يعني مش موجود في كاس مصر بالشكل اللي احنا متعودين عليه بشكل كبير. يعني رايك في المباراه كابتن امبارح؟ هو انا كنت بحلل المباراه دي امبارح الحقيقه، وانا توقعت ان النادي الاهلي هيعمل مباراه قويه جدا. فرقه نادي سموحه كان عندها بعض المشاكل يعني، اصابات كتيره، ده جزء. الجزء الثاني قاعدين فتره طويله جدا ما بيلعبوش مباريات، حتى وان كانت مباريات وديه يعني، فهي مش احتكاك قوي نتيجه طبعا البطوله العربيه. النادي الاهلي يعني، النادي الاهلي ما ينفعش يخش في مشكلتين ورا بعض، او يعني طلع من البطوله العربيه صحيح. لا، النادي الاهلي معروف بيرجع بسرعه، وهذه شينه الكبار يعني الحقيقه. والنادي الاهلي من الفرق الكبيره جدا مفيش شك طبعا، وبالتالي كل المعطيات بتقول النادي الاهلي هيقدم مباراه قويه. في جزئيه صغيره نادي سموحه ساعد النادي الاهلي يعني في الشق البدني بالتحديد تمام. وحتى الشق الخططي الحقيقه ما يعني ما شفتش جمله واحده بتتعمل يعني. نادي سموحه ما ضيعش فرصه طوال 90 دقيقه صحيح يا كابتن، استثناء كوره يمكن احمد رؤوف وشريف اتعامل معاها كويس. النادي الاهلي واضح التصميم من البدايه ان هخرج من المشكله الصغيره اللي انا وقعت فيها نتيجه خروجي من البطوله العربيه، وكان الرجوع سريع جدا، كان الاداء ممتع جدا، في حاجات كانت بتتعمل الحقيقه. ويمكن برضو يعني ساعد الكابتن حسام البدري في هذا الموضوع رجوع بعض اللاعبين المؤثرين يعني عبد الله السعيد، وليد سليمان، المجموعه دي كلها يعني، فكان ليهم دور الحقيقه متميز جدا. انا لاحظت حاجه في الجزء الفني يا كابتن محمد، البطوله العربيه ما كانش موجود اللعيبه دي، لما الفيصلي جاب الجون وانا برضو كنت بحلل الماتش يعني. انا كنت لسه عايز اكلمك على جزئيه الفيصلي يعني، بس خلينا نكمل يا كابتن. الجزئيه دي مهمه جدا. دي مهمه يعني، لما جه في جون النادي الاهلي مع مرور الوقت وتاخر التعادل بدا يلجا للكرات الطويله، ودي مش من طبيعه النادي الاهلي. هو عايز يكسب وقت، وفي العناصر اللي هي تقدر تلعب كره على الارض، البلاي ميكر ده مش موجود، وبالتالي بدا يعمل كرات عاليه سهله جدا لمدافعين الفيصلي وحارس المرمى. تعال شوف امبارح بقى، امبارح تنوع رهيب جدا في الاداء، اشتغلوا من كل حدود الملعب، من الاطراف اشتغلوا، من العمق اشتغلوا، ودي حاجه كانت يعني 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 خلاص هو ده النادي الاهلي. وبالتالي كان في فارق كبير جدا، بالاضافه زي ما قلنا يمكن البدني شويه عند سموحه ما كانش مظبوط، استغلوا النادي الاهلي احسن استغلال، كان يقدر يزود النتيجه اكتر من كده. لكن في النهايه انت بتتكلم على بطل، بتتكلم على فرقه يعني. ما شفت جون صالح جمعه كابتن؟ صالح ده انا متيم بيه على فكره. لا يعني انا لو ما اعرفش حضرتك اتفرجت على النهائي الاوروبي السوبر اوروبي وما بين للاسف لا. في جون الثاني بتاع ريال مدريد اللي اسكو حطه تقريبا يا كابتن، تقريبا كوبي يعني كوبي بيست بالظبط جون صالح جمعه. انا قلت ده كان بيتفرج على الماتش واتفق مع زميله عايزين نجيب جون زي كده بالظبط. والله كابتن يعني صالح مبدع مبدع بجد في زمن قل فيه المبدعين او اللعيبه الفنانه يعني. انا بيفكرني بوليد صلاح الدين، انا كنت بحب وليد كمان قوي يعني. طبعا انا عارف نفس طبيعته نفس طبيعه لعبه، هو الحقيقه لعيب. بص هو ده الجول كابتن داخل 18 يعني تقريبا من نفس المكان تقريبا، لعيب كوره عالي ما شاء الله يعني. بالنسبه له هو كابتن وجوده بجانب عبد الله السعيد بتشوفها ميزه في توقيت معين، ولا لازم يبقوا ياخدوا المباراه بشكل كامل يعني؟ طبعا صالح كان تغييره، ولما نزل تالق هو عبد الله السعيد بشكل كبير يعني، الكوره ما بينهم هما الاثنين كمان، ولا يبتدي من الاول صالح مع عبد الله؟ والله هو كل شيء وارد، ما فيش اللي يمنع ان هما يلعبوا جنب بعض. ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص،
ممكن يكون المدرب عاوز يقسم بينهم يعني. لكن انا شايف تواجدهم الاثنين مع بعض بيشيل الحمل شويه عن عبد الله لما بيلعب لوحده او صالح لما بيلعب لوحده، هنا بيبقى سهل الرقابه عليه يعني. ويمكن يعني في ناس بتقول يعني زي ما قالوا على وليد صلاح الدين زمان، ده بيلعب نص ساعه بس هو كان عنده 20 سنه لسه. لا، ده انا خدته الاتحاد عنده 32 سنه بيلعب مباراه كامله. وبالتالي احنا مش عايزين يعني نخلي بعض الامور كده تدخلنا في حسابات معقده. ايه اللي يمنع ان هما الاثنين يلعبوا؟ مش اي مشكله خالص، بالعكس ده هيكونوا اضافه للفريق. تمام كابتن. يمكن كابتن حسام بدري يعني منذ ان تولى مسؤوليه النادي الاهلي وعامل حته استقرار ثبات في التشكيل، تقييمك للفتره اللي فيها كابتن حسام بدري حتى يعني دوري ممتاز اخذه حتى الان وصل لبطوله افريقيا في الدور 8 وحاليا في دور قبل او الدور النهائي مع فريق المصري، تشوف تقييم لحضرتك ايه لكابتن حسام بدري؟ بص يا كابتن محمد، قبل تقييمي لحسام للاسف احنا بقينا يعني في مجال الصحافه او الاعلام او الجمهور او 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 حكمنا بيبقى متسرع جدا. يعني الفريق يخسر مباراه عايز يشيل المدير الفني، كلام مش منطقي ابدا ومش موجود في العالم كله يعني. استثني من القاعده دي النادي الاهلي الحقيقه، وده اللي بيخلي الاستقرار موجود في النادي الاهلي. حسام البدري اشتغل، وانا قلت حتى لما اتسالت في الاستوديو التحليلي قلت حسام البدري عنده حق في اللي عمله انه يريح اللعيبه دي، لان لو دخل بيهم مش هيقدر يكمل الموسم اللي جاي. وبالتالي يعني النادي الاهلي واخد اكتر من 100 بطوله يعني، والبطولات موجوده ومستمره بشكل كبير. ايه المشكله؟ انه خرج من بطوله، ايه المشكله يعني؟ صحيح. فانا شايف ان حسام البدري تعامل بواقعيه شديده طوال الموسم اللي فات، طبعا انجاز ما بعد انجاز انه ما يخسرش مباراه، تعامل مع موقف البطوله العربيه انا من وجهه نظري كان صحيح 100%. بالعكس ده تم اكتشاف بعض اللاعبين اللي كان من الممكن الاستغناء عنهم. اذا كان فيها فوائد اكتر منها خسائر يعني. لو اتكلمنا على الجائزه ال 2 مليون ونص يعني الاهلي في غنى عنهم يعني، عندنا فائض كبيره كده يعني، وربنا يزيد ويبارك. صحيح. انا شايف حسام الحقيقه مقدم موسم رائع، يتعامل بواقعيه شديده مع كل الاحداث، مع اللاعبين فارض سيطرته تماما، مع الموقف الحالي بتاع البطوله العربيه كان لازم يريح اللعيبه، والا كان هيتاثر كمان منتخب مصر اللي عنده مباراه مهمه. صحيح. اخر الشهر يعني. وبالتالي انا شايف حسام كان واقعي جدا، بالعكس يستحق التحيه. طيب كابتن، لو اتكلمنا على البقى النهائي يعني، طبعا وصول الاهلي للمباراه النهائيه امام فريق المصري المجتهد بشكل كبير على مدار الموسم، احنا شفناه كابتن حسام حسن يعني عامل فرقه رائعه يعني واضح حتى امام الزمالك كان قد ايه فرقه قويه، فرقه مميزه وتستحق الوصول للنهائي. شوف المباراه بقى ما بين الاهلي والمصري وقوتها هتبقى ماشيه ازاي كابتن، والمباراه سيرها ممكن يبقى عامل ازاي؟ هي مباراه قويه جدا لان كلا الطرفين طبعا عاوز يضيف بطوله. حسام اول بطوله ليه كمدرب، حسام حسن وقريبه طبعا. حسام البدري عايز يقول دايما انا بتاع البطولات، وبالتالي انا شايفها مباراه قويه جدا. لكن هي المباريات النهائيه الحقيقه بتحتاج تريث شويه، بتحتاج بعض الهدوء، بتتعامل كانك يعني 90 دقيقه ازاي بتقسمهم وتوزع الجهد وتدي مهام، ده شيء مهم جدا. اعتقد الشغل التكتيكي داخل الملعب هو اللي هيفرق بين الفرقتين. لكن هي مباراة صعبة جدا، وانا حتى اتسألت امبارح طب كان اسهل يلعب المصري يلعب الاهلي او الزمالك، الاهلي يلعب المصري او الزمالك، قلت لهم في ظروف الزمالك كان يلعب الزمالك الاسهل. على فكرة كل الاهلاوية قالوا كده. لا لان فريق المصري يعني فريق قوي يعني قوي. وفي حالة استقرار وفي حالة ثبات للمدرب حتى، ده مهم جدا يا كابتن حتة الثبات. لا في شيء مهم كمان يعني، اللعيبة كلها يعني مش عايز اقول مغمورين، عايزين مش نجوم يعني كوره كابتن زي ما احنا قدامه 90 دقيقه وياخد بطوله وما كانش يحلم اصلا يعني. وبالتالي عنده الحافز والدافع. ناهيك عن حسام بقى وشحنه للعيبه وسيطرته على اللعيبه وحب اللعيبه ليه، وده شيء مهم جدا لان صنع منهم نجوم كبار. فمن هنا صعوبه المباراه يعني. طب كابتن بقى، يمكن خلاص يمكن اخدت رايك في جزئين مهمين جدا، الاهلي والمباراه النهائيه. محمد عمر بقى مدربي اللي انا كنت بستمتع جدا بيه في التدريب، يمكن كابتن محمد عمر ليه تجارب كتير سواء بقى مدرب او مدير كوره، كان في الاتحاد لو على ما اتذكر 2003 مع فريق نادي الاتحاد،
كابتن احمد عمر هل اكتفى بالتحليل حاليا فقط لا غير ولكن ولا ناوي يرجع تاني للتدريب؟ لا انا يمكن التحليل ده هو يعني حاجه انا بستمتع بيها لا اكثر ولا اقل. انا ظروفي السنه اللي فاتت دي كلها كانت بتمنعني تماما من ان انا امارس مهنه التدريب، لان التدريب عندي انا يعني زي الراجل الرسام كده، يعني ممكن استمتع بيه، اكتب حاجه، اعمل جمله وانام تاني وهكذا يعني. فظروف استشهاد ابني يعني الله يرحمه طبعا شريف هو ده اللي خلاني ابعد تماما عن وقتها. حتى جالي عروض من بره مصر واعتذرت، ما كانش عندي المقدره يعني، لكن الحمد لله بعد ما تعافيت وكده الامور بالنسبه لي بقت طبيعيه، وانا قلت هرجع للتدريب تاني ان شاء الله في اقرب فرصه. لكن يعني انا شايف في جزء دلوقتي من التدريب الحقيقه بقى علاقات مش كفاءات يعني، ده 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 واقع انا عايشه وانا شخصيا بعاني منه يعني، جزء من خلال السماسره اللي هم مسمينهم وكلاء لعيبه دولت، والجزء الثاني ناديك اللي انت تربيت فيه نادي الاتحاد. نادي الاتحاد للاسف طبعا كابتن يعني انت كنت يعني مع نادي الاتحاد يعني وقت ما كان بيبقى فيه مشكله كابتن محمد عمر رقم واحد دايما باستمرار. دي حقيقه، ويمكن موسم 2002 كان النادي بينزل الحقيقه 2001 2002 ويمكن الوكيل سلامه جاب الجون في اخر ثانيه في غزل السويس، وكنت انا ماسك الفرقه بعد ما كل المدربين رفضوا خلاص الاتحاد نازل نازل يعني، وربنا اكرم وقعدنا الموسم اللي بعديها. انا كنت شغال في نادي احد السعودي وكان مستر تسوبل ماسك نادي الاتحاد السكندري، والنتائج سيئه جدا وشبه نازل النادي، ونزلوني من السعوديه، قطعت عقدي ونزلت، وربنا اكرم وقعدنا الفرقه للمره الثانيه، وبدانا بقى الموسم اللي بعديها اللي انت عارف فيه بقى وليد ونادر وكمون وفضل. كان موسم هايل لفريق الاتحاد يا كابتن، كانت فرقه رائعه من بدايه الموسم. خدتوا المركز الرابع تقريبا يا كابتن؟ هو احنا من بدايه الموسم ماشيين زمالك اول اتحاد ثاني، يمكن حتى كسبنا الاهلي 3-2 بعد 26 سنه. كان حسن مصطفى موجود برضه، كان مع حضرتك حسن مصطفى ويوسف حمدي وتشيرنو ومحمد شرف، مجموعه كويسه يعني. وقبل ما الدوري يخلص بثمان اسابيع كنا في المركز الثاني، انا اختلفت مع رئيس النادي دكتور عرفت السادات وقدمت استقالتي ومشيت، جه الكابتن شوقي غريب كمل خدوا مركز خامس يعني. اوكي، بس كان موسم من المواسم الممتازه جدا. ده كنتوا بتقدموا كوره جميله يا كابتن. انا فاكر ماتش 3-2 ده بتاع الاهلي ده. كان مباراه كانت رائعه وتعاملتوا معاها بشكل جيد جدا يا كابتن. بالظبط. لا اللعيبه كمان بتساعدك، اللعيبه فكرها عاليه قوي ومعظمهم كان اختياراتك كابتن في الموسم ده اللعيبه دي؟ طبعا يعني كابتن وليد، حسن طبعا. حسن كان موجود تقريبا قبل ما يجي. لا حسن كان موجود اوريدي عندنا. كان وليد ونادر ورامي ومحمد فضل وكمونه كان مع حضرتك وكمونه لا كلهم انا اللي مختارهم. وحتى الناس في بعض الصحفيين هاجموني وقالوا الاتحاد نازل درجه ثانيه قبل ما يبدا الدوري. الاعمار السنيه كبيره شويه وبتاع، فتحديتهم يعني. والحقيقه اللعيبه كانوا على قدر المسؤوليه وقدموا الحقيقه موسم رائع، خاصه وليد صحيح يعني. صحيح كابتن وليد ما شاء الله عليه يعني. طب ليه كابتن محمد يعني كابتن محمد عمر مرتبط بنادي الاتحاد، ليه بعيد عن نادي الاتحاد في التوقيت ده؟ بفعل فاعل بفعل فاعل في الوقت الحالي بقى. ايه يا كابتن مين مجلس الاداره، واحد من نجوم النادي، واحد من اللاعبين المميزين داخل نادي الاتحاد، ولما بيبقى في مشكله زي ما كنت بتكلم وحضرتك كنا بنتكلم بيشيل النادي في التوقيتات الصعبه، فبالتالي ازاي فعل فعل مين يجبر على حاجه زي كده؟ مجلس الاداره. للاسف يعني بقى لهم ثلاث سنين يعني علاقتي بيهم ممتازه جدا يعني. رئيس النادي مثلا كان لعيب طايره في النادي، صديقي من 40 سنه يعني بصرف النظر عن المدينة. فبساله بحكم الصداقه، يا عم انت عمال تجيبني مدير كوره وتجيبني مدير رياضي وتجيبني رئيس جهاز كوره وانا شغلتي الاساسيه مدير فني، يقول لي لا انا شايف لك كده المكان ده اقوى واحسن. انا مش مبسوط لان انا ما اتعودتش اقول للنادي لا في اي موقع يعني. خلاص بيتعرض عليا ما بفكرش ولا بتكلم في فلوس ولا بعمل عقد ولا حتى مجرد ما بيقولوا الرقم كذا المرتب انا كاتب ورقه على نفسي خلاص. لا انا كاتب ورقه على نفسي في النادي. المبلغ اللي الاداره هتحدده بتنازل عن نصه لدعم خزينه النادي، لان انا عارف ظروف النادي يعني. انا متعود على كده لحد ما يفتكرني ربنا وانا قايل لهم كده، لان النادي ده له دين في رقبتي وده مش شعارات يعني. الحمد لله يعني. فهم للاسف بقى لهم ثلاث سنين انا مش عارف ايه الموضوع يعني مش قادر. هل الجزء الاداري اللي يمكن تعينت فيه حضرتك في نادي الاتحاد
خلى النادي يفكر في جزئيه الاداره الكابتن محمد عمر اكتر منها تدريبيا؟ لا لا ما اعتقدش. لان انا كمان سالت طب يا جماعه انا عايز ارجع لمكاني الطبيعي. طب رحيل كابتن محمد في حته الاشراف عن النادي على فريق الكوره كان اسبابها ايه؟ يعني برضو ان انت حضرتك تسيب النادي كان في التدريب ممكن النتائج بتبقى في مثلا مشكله، في مشاكل مع مجلس اداره، حقوق اللاعبين انت بتبقى عايز تجيبها، فبيبقى في حته المماطله في الحته دي. كابتن محمد عمر حته الاشراف بقى على فريق الكوره وانه يسيبه يمشي، ايه اسبابها يا كابتن؟ لا هو السنه دي انا كنت ماسك المدير الرياضي اللي هو مدير قطاع الكوره، تمام، الكوره بشكل عام يعني. تمام يا كابتن. والامور كانت ماشيه بشكل ممتاز جدا. هو الاداره فيهم ناس هوائيين يعني، مش ما تفهمش هم عايزين ايه، وما كانوش يحلموا اصلا يقعدوا على الكرسي يعني. موسم كان رائع جدا، صلحنا من قطاع الناشئين بشكل كبير، الفريق الاول يعني مش عايز اتكلم، لكن لولايا ورئيس النادي عارف هذا الكلام ما كانش في حاجه اسمها كاسونجو. كاسونجو افضل اللاعبين اللي كانوا موجودين في الفتره اللي فاتت، كان جاي اختبارات للنادي والله. ورايح التدريب مره شفته في ماتش ودي لعب 10 دقايق حاجه مش طبيعيه، فقالوا لي لا ده احنا مش عايزينه خلاص، مختار قال مش عايزه والله كده. وقفت في الموضوع واقنعت الكابتن مختار خليه معاك كمان فتره. سبحان الله ومشيت الامور. ورغم هذا بعد ما انتهى الموسم تاريخ كبير يا كابتن. تاريخ كبير يعني بجد. انا بقول لك انا اول ما طلعت كده في كره القدم ببص على منتخبنا الوطني لاعب من نادي الاتحاد في منتخب مصر يحصل على بطوله 86، دي حاجه كانت برضو اما كبرت ابتديت افهم لا ده لعيب جامد اللي في المنتخب وقتها. على فكره مستحيل حد يخش منتخب مصر، كانوا مسمينا الاقاليم. كان على طول نص اهلي ونص زمالك. وانتهى الموضوع والصحافه نفس الحكايه ودمتم، مفيش قنوات فضائيه يعني. لكن كان ليا نصيب كبير الحمد لله انا وشوقي غريب وعماد سليمان بالتحديد. وكان حماده صدقي لسه في المنيا وقتها. تفتكر الصور دي يا كابتن؟ طبعا. طبعا طبعا ده جيل. معلش انا بقى كابتن انا شفت حضرتك بس، لكن مين اللي في الصور معلش؟ ده من هنا من الطرف الاولاني خطوره. بعد عيد احمد ده الهداف التاريخي لنادي الاتحاد السكندري. جميل. اعتقد محمد نور لان الوش مش واضح. كابتن محمد نور حبيبي. موجود صح. في جنبه عماد هارون ده لعيب كويس قوي، والنجم الكبير بقى الجارم واقف على الطرف. طب هو سمعني وانا بقول حبيبي كابتن محمد نور معايا على التليفون. كابتن محمد مساء الخير عليك. حبيبي ازيك؟ منور يا كابتن، ذكريات جميله مع حضرتك وكابتن محمد عمر، يعني منور طبعا قناه الاهلي كابتن، ويمكن تاريخ كبير مع كابتن محمد عمر، تاريخ حضرتك طبعا في كره القدم ايضا مع في نادي الاتحاد، وزماله مع كابتن محمد عمر في اي مكان في الجزء التدريبي، في حاجه مميزه جدا تبقى موجود معانا النهارده يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن محمد. انا عايز اقول لك طبعا انا مش هقول لك احنا نعرف بعض من كام سنه عشان كده دي هتبقى العمليه صعبه شويه، لكن هقول لك ان احنا من واحنا تحت 16 سنه واحنا مع بعض الحمد لله لغايه دلوقتي، وربنا يديمها علينا نعمه يا رب. يا رب ان شاء الله. كابتن انا هسالك سؤال سريع كده ويمكن هو في الجون زي ما بيقولوا، كابتن محمد عمر ليه بره نادي الاتحاد؟ سؤال صعب جدا يا كابتن. ما ينفعش يجاوب عليه غير اصحاب اتخاذ القرار جوه نادي الاتحاد. هو يمكن كابتن محمد عمر يعني عنده الجراءه الكافيه وقالها، يعني ان مجلس اداره هو سبب من اسباب عدم وجود كابتن محمد عمر. مجلس الاداره هو سبب من اسباب لعدم اصحاب اتخاذ القرار. ومين اصحاب اتخاذ القرار؟ ما انا بقول لك اهو كابتن محمد عمر قالها برضه بنفس الاسلوب تقريبا. ما انا بقول لك كابتن محمد مع احترامي الكامل، مع احترامي الكامل لاي مدرب بيجي يشتغل جوه نادي الاتحاد. نادي الاتحاد ده بيتنا واحنا اتربينا فيه من واحنا عندنا 12 سنه. طبعا. انا يعني في حاجات يا كابتن محمد ما ينفعش اقولها، لكن الراجل اللي قاعد جنبك ده له حق في نادي الاتحاد وعلى نادي الاتحاد بشكل كبير جدا جدا جدا. انت لما تجيب مدرب اجنبي كبير كلنا نستفيد منه، كلنا نضرب تعظيم سلام. لكن لما اجيب ايا كان، انا مش بتكلم على حد معين عشان الكلام ما يتاخدش على ان انا بقصد فلان او فلان، اما تجيب حد علميا وعمليا وخبرات ومعامله وكل حاجه اقل من الناس اللي فانوا عمرهم في نادي الاتحاد، يبقى الوضع ده صعب جدا يا كابتن محمد. اللي ما يعرفش الكابتن محمد عمر، وطبعا ما اعتقدش ان ما فيش حد في مصر ما يعرفش مين هو محمد عمر. لكن انا اقول لك
الجانب الخفي في الكابتن محمد عمر اللي مش بيظهر للناس. كابتن محمد عمر انسانيه عاليه جدا جدا جدا. دي نمره واحد. معايا يا كابتن محمد؟ انا سامعك طبعا وعارف الكلام اللي انت بتقوله، لان انا واحد من الناس اللي كنت معاك يا كابتن. لما نيجي انا برضو عايز اخش في الجزء الفني. كابتن محمد عمر من اكتر المدربين في مصر والوطن العربي اللي بيعرف يتعامل مع نجوم الفرقه اللي هو مسكها ازاي. مظبوط. ازاي بيعرف يقرا المباراه اثناء سيرها من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. ازاي يعرف يعمل التغييرات المناسبه جدا في التوقيتات المناسبه جدا اللي بترجع على الفرقه بالفايده. سواء انت كنت خسران او فايز او متعادل، بيعرف يعمل التغييرات اللي بتغير شكل الاداء وبالتالي تغير النتيجه لصالح الفرقه اللي هو بيشتغل فيها. صحيح. مفيش حد من اللعيبه اللي هو بيشتغل معاهم، انا يمكن زميلته فترات طويله جدا جدا في التدريب لغايه النهارده، لعيبه هو مثلا دربهم من 10 سنين او اكتر لسه لغايه دلوقتي بيتكلموا معاه ومتواصلين معاه نتيجه العلاقه الطيبه جدا جدا اللي بتبقى بينه وبين اي لاعب هو بيشرف على تدريبه طبعا في اي نادي من طبعًا. كابتن محمد ده قيمه كبيره طبعا. كابتن نور محمد طبعا، انت فين بقى؟ طيب قول لي. انا في العربيه سايق ومعايا اولادي اهو رايحين. خف الدم غير طبيعي. عايز اشوفك قريب يا كابتن، هاجي لك اسكندريه مخصوص والله. عمر لما يرجع اسكندريه ان شاء الله. اشكرك يا كابتن محمد، ده اكيد لازم تبقى موجود معايا كده نعمل حلقه يعني تبقى ظريفه كده ودمها خفيف. كابتن محمد نور طبعا نجم نادي الاتحاد السابق. كابتن يمكن واضح جدا التقارب دايما وفهم على فكره كابتن، هو مش دي يعني راي كابتن محمد نور فقط، اكيد ابناء نادي الاتحاد وجماهير نادي الاتحاد عارفه قيمه كابتن محمد عمر. طب حضرتك لمست حاجه مهمه جدا. يعني انا مش من عادتي ان انا بطلع يعني اتكلم، انا عارف والله انا عارف انا حتى وانا بسالك سؤال يعني كابتن محمد عمر بيتكلم كده في حاجه يعني لا لان جوايا الحقيقه يعني تعب كتير يعني ومضغوط عليا بشكل كتير جدا نتيجه تجاهل. فكويس انك سالت السؤال ده، انا يمكن بتكلم شويه على نفسي كده رغم ان ده مش من عادتي، لكن احنا جماهير الاتحاد دلوقتي ما دون ال 35 سنه ونازل ما يعرفوش تاريخ محمد عمر. ان انا مبطل كوره بقالي 25 سنه، وبالتالي مهم ان انا اظهر جزء لان في ناس ما تعرفش. تمام يا كابتن. فيمكن هضيف بس على كلام الكابتن نور، يعني انا مش مكتفي بالبطولات العسكريه بس، في ناس متخيله كده. ده انا عندي 5 بطولات كمان، 2 دوري عام مع الوحدات الاردني. حقيقي يا كابتن صحيح. كان معايا علاء ابراهيم حتى هداف الفريق سنه 2004، والسوبر مع الوحدات الاردني والكاس الاردني. تمام يا كابتن. والسوبر مع المريخ السوداني. فده بعيد عن المنتخب العسكري. جميل. والصعود بفريق حرس الحدود من الدرجه الثانيه للاولى به. مظبوط يا كابتن. ومع نادي الاتحاد يعني. فيعني حاجه التجاهل حاجه يعني الحقيقه خلتني انا مش مصدق نفسي. وعلى فكره مش انا بس، هم واخدين مواقف من كل اولاد النادي كانهم عايزين يلغوا كره القدم، حاجه غريبه جدا. رغم ان فيهم 2 أو 3 في مجلس الاداره اصلا جيم من المدرجات الجماهير. من المفترض انك عارف يعني ايه نجم، لكن بيتعامل معاك الند بالند وهو الكرسي جننه يعني. لا الكرسي ده هيروح في يوم من الايام يعني. صحيح. يعني وفي ناس عندها رعب حتى في الوقت الحالي لما قالوا في انتخابات، ما كانوا عايشين في نعيم يعني مش انتخابات بقى وبتاع. فيعني هو سؤال الحقيقه انا محتاج رد من مجلس الاداره، بصرف النظر هشتغل او ما اشتغلش مش دي القضيه عندي، لكن لازم اعرف السبب ومن حقهم يردوا عليا كابن من اولاد النادي. يمكن حضرتك هضيف برضو على لعيب شويه، معلش انا والله بتكلم وانا متضايق يعني، لكن خلاص يعني انا اتكلم على حد غيري ماشي، لكن على نفسي الحقيقه حاجه بتضايقني جدا. لكن لا انا في منتخب مصر 10 سنين وانا من الاتحاد السكندري، وال10 سنين بلعب حقيقي يا كابتن، بلعب اساسي، لاعب 57 ماتش رسمي دولي، لاعب اولمبياد، وصلنا 2 اولمبياد افريقيا، 3 امم افريقيا، كاس الامم الافريقيه 3، وعندنا دوره بحر ابيض المتوسط والبطوله العربيه، واخد وسام الرياضه من الدرجه الاولى من الرئيس حسني مبارك، واخد افضل مدرب في الاردن، افضل مدرب في مصر السنه اللي كان فيها وليد. يعني في امور كتير انا معلش مضطر اشرحها عشان الطبقه اللي هي صغيره في السن
اللي ما تعرفش تاريخ محمد عمر تعرف شويه. صحيح. وفي بعض الامور الثانيه على فكره لكن ما ينفعش اقولها ابدا على الهواء عشان ما اجرحش حد في طيب. الاتحاد. كابتن محمد عمر من الانديه الاخرى بقى. يعني كنا بنتكلم عن نادي الاتحاد ويمكن احنا قلنا في حاجه مش مظبوطه في اتخاذ القرار او بيتخذ القرار لوجود كابتن محمد عمر داخل نادي الاتحاد، لكن وجود كابتن محمد عمر في الانديه الاخرى فين؟ ما هي ليها كذا شق، يعني الشق الاولاني زي ما قلت لحضرتك لسه مصر ودول كل سمسار يمسك له مدرب يفشل هنا يمسك هنا بمرتب اعلى يفشل هنا ويفضل يلف اربع خمس انديه طول السنه. عشان يمكن انا اتكلمت حتى مع ناس اتحاد الكوره مجدي عبد الغني وكابتن حازم امام وسيف زاهر، قلت لهم الموضوع ده لازم يتقنن كده، مصر عماله تلف في خمس ست مدربين بس. طب في اجيال طالعه كابتن مقننه الموضوع ده في دول الجزائر في دول ودول اوروبيه تقول لك ما ينفعش انك تدرب في مناديين في سنه واحده، هو ومطبق في الجزائر. وحازم امام قال لي انا عملت مذكره بهذا الموضوع وان شاء الله هيتطبق من السنه الجايه عشان توسع القاعده شويه. ده جزء. الجزء الثاني السماسره مش ممتده للمدربين بس، للاسف ممتده لبعض مجالس الاداره. انا بتكلم واضح وصريح. جميل. وقلت لمجدي عبد الغني لو سمحت لازم تشوفوا حل السمسار ايه، لو لغيتوها ايه المشكله يعني؟ السمسار عندنا عايز فلوس من اللعيب وانتهى الموضوع او من المدرب. لا، في اوروبا بيتابع اللعيب والمدرب ومشاكله لحد ما بينتهي عقده. عندنا ما بيحصلش الكلام ده. الحاجه الثالثه اول طلعه بس. بالظبط كده. الحاجه الثالثه والاخيره يعني في البعض يقول لك اذا كان ناديك ما بيفكرش فيك. طب ما تلومناش. تخيل يا كابتن محمد لما تبقى انت راجل الحمد لله طول عمرك ناجح. ودربت انديه كبيره وعندك السي في بتاعك 9 بطولات. وفي تجاهل حتى من ناديك. في ناس ما عندهاش حاجه ونجوم مجرد انه يتعادل مع الاهلي او الزمالك عايزين يدرب منتخب مصر. كارثه. فيعني المواضيع متشابكه لكن الحمد لله ما بفقدش الثقه في نفسي، ويمكن ظروفي زي ما قلت لحضرتك السنه اللي فاتت بعدت انديه كتيره بره نادي الاتحاد لان انا مش موجود في الصوره خالص يعني ظروفي ما كانتش تسمح يعني، لكن ان شاء الله راجع باذن الله. لا مهم عشان استمتع بيك كابتن. والله ربنا يخليك كابتن. منتخب مصر بقى يعني داخلين على مباراه مهمه، مباراه اوغندا، عندنا مباراتين معاهم ثم مباراه الكونغو في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. يعني حلم كبير كلنا بنامل ان شاء الله الوصول لكاس العالم من خلال المباراتين القادمتين بالذات دول يا كابتن. تشوفها ازاي مع طبعا وجود مسيرتك الكبرى في الفتره اللي فاتت واحنا شفنا طريقه اللعب واختياراته حتى للاعبين، بتشوفها ازاي يا كابتن؟ وانا شايف الراجل الحقيقه بيتعامل برضه زي ما قلنا على حسام البدري بيتعامل بواقعيه شديده، الراجل بيتعامل بواقعيه شديده. هو راح يلعب في بطوله مثلا الافريقيه، لا في فرق معظمها محترفين تقال، احنا برضه محترفيننا مع احترامي مش يعني استثناء البعض يعني. وبالتالي هو الخامات اللي قدامه هي دي فبيتعامل على اساسها. على فكره ده ذكاء مدرب، العمليه التدريب اصل مش طبعا مش فهلوه، يا الله يا جدع ننزل نهاجم اصل احنا حضرت ال 7000 سنه، لا الكلام ده ما بقتش كده دلوقتي. احنا في منتخبات يا كابتن كل سنه بتبقى مختلفه ادائها عن صح. السنه اللي قبلها وبنشوف منتخبات ممكن في سنه زي مثلا منتخب كوديفوار بيختفي شويه وبيرجع بمنتخب قوي بالزبط. جدا بالظبط كده. عشان كده بقول لك هم المحترفين عندهم بيطلعوا صغيرين في السن، ولاد صغيرين بيحترفوا في اوروبا وبالتالي خبراتهم بتبقى متراكمه وعاليه قوي. فانا شايف الراجل ماشي بشكل كويس. احنا عشان كده بقول يا كابتن محمد يا جماعه ما نستعجلش نخسر ماتش او نتعادل ماتش، الدنيا بتتقلب، لا هيمشي ويجي فلان ويجي علان، كلام مش منطقي ابدا يعني. فنسيب الراجل لحد ما ينهي مهمته وانا متاكد انها تنتهي بشكل كويس ان شاء الله ونوصل كاس عالم، لان انا شايف يعني ما فيش سنه اسهل من السنه اللي احنا فيها دي. ان شاء الله فوزنا على اوغندا سهل جدا هنا وهناك، الواقع والتاريخ وكل حاجه بتقول كده، اعتقد لو فزنا في المباراتين المواضيع تبقى سهله ان شاء الله. طيب. انا شايف الامور كويسه، وعلى فكره هيساعدوا حاله لعيبه النادي الاهلي اللي عنده. تخيل لو ما كانوش ريحوا كان هيروحوا له مجهدين تماما. فانا شايف النادي الاهلي خدمه كمان، وحسام البدري تحيه ليه مره ثانيه زي ما قلت لحضرتك. طيب كابتن، يمكن الفتره الاروع لاي لعيب بتبقى بيتم اختيارها هو في عقله، كابتن محمد عمر مدرب ولا لعيب هي الفتره الامتع في حياتك؟ الاثنين الحقيقه استمتعت بيهم. بس في صور حلوه قوي يعني. ده هنا ماتش فرنسا في اولمبياد لوس انجلوس 84. ده بدر حامد اللي ورايا، كابتن بدر لعيب الزمالك.
وفهم الفترتين الحقيقه كانوا من اجمل فترات حياتي. لكن وانت لعيب بتستمتع. يعني هقول لحضرتك على حاجه تستغربها. انا كان يعني لعبت وانا تحت 18 سنه درجه اولى، وسنتها اخر السنه رحت منتخب مصر مع الكابتن طه اسماعيل. فكنت يعني ما كانش في اي لعيب في منتخب مصر لمده 10 سنين. فكان الجمهور فيه هتاف، عند الجماهير بيهتفوا لي يعني، وكان الجمهور يديني امر. ما كانش فيه احترام بقى. انزل اخر لعيب، انت عارف في الاستاد عندنا بتطلع من تحت. لازم اطلع اخر لعيب. كل اللعيبه تطلع وتاخد التحيه واطلع انا بعديهم بشويه، ده الجمهور امرني بكده. اطلع انا في الاخر يدوني التحيه بتاعتي لوحدي. وكان عندهم طبله كده وزماره بيعملوا موسيقى معينه انا بعمل الاحماء بتاعي عليها. يعني بحرك عضلات جسمي والله. فانا يعني في رابطه كبيره جدا بيني وبين الجماهير زمان، فضلت الحمد لله لحد وقتنا هذا. فيمكن انا زي ما قلت لحضرتك بحاول اوضح بس بعض الامور اللي عمري ما اتكلمت فيها ولا هتكلم فيها تاني عشان الولاد الصغيرين او الجمهور الصغير يعرف. اخر سؤال لحضرتك بقى كابتن، وجابته في كلمتين، بحس ابن النادي اللي دايما بيخاف على نادي الاتحاد، امتى نادي الاتحاد ممكن يرجع منافس قوي في الدوري الممتاز؟ لما تتوفر له الامكانيات الماديه الكامله ويبقى مستقر ماديا. مشكله نادي الاتحاد الازليه ان بتيجي في نص الموسم مفيش فلوس تبدا المشاكل، وانت جربت سنه منهم حقيقي. بس مع كان مع محمد مصلح بقى الموضوع ما لا بس محمد صراحه بامانه كان بيحاول على قد ما بيقدر. هو بالمناسبه بس هختم بالاستاذ محمد مصلحي، هو اعلن اعتذار عن الترشح للانتخابات، وكان صدمه للشارع السكندري والاتحادويه. لكن بقول محمد مصلحي جوه النادي او بره النادي هو داعم للنادي، ما بيتاخرش عن النادي. صحيح احنا خسرناه لكن بنتمنى له التوفيق طالما دي رغبته الشخصيه. طيب كابتن، توقعاتك بقى بما حضرتك محلل كبير حاليا، توقعاتك لنهائي كاس مصر لمين هيروح؟ هتزعل مني يا حسام حسن. خلاص عرفت كده يا كابتن. وانت كابتن سواء بره نادي الاتحاد او جوه نادي الاتحاد، فحضرتك يعني نجم كبير، واكيد جمهور الاتحاد بقى اللي هم عارفين يعني ايه قمه نادي الاتحاد عارفين كابتن محمد عمر. ولا يهمني في القصه كلها جمهور نادي الاتحاد، الحمد لله بنادي رسالتنا وربنا يفرح جمهورنا دايما يعني. ان شاء الله كابتن نور، شرفت كابتن، وكنت عايز يعني الفتره تمتد اكتر من كده. لكن طبعا يعني المشوان سعد القيعي واستاذ برنامج ميسي عندهم البرنامج بتاعهم بعدين على طول، فبعتذر لك، ولكن طبعا نورتنا وشرفتنا كابتن. الله يخليك كابتن محمد، وانا سعيد ان انا قاعد معاك. ده انا اللي سعيد كابتن. بشكرك كابتن محمد عمر طبعا، بشكره طبعا كابتن محمد عمر من النجوم الكبار والمدربين المميزين. انا بقول لحضراتكم يمكن انا واحد من الناس تعاملت معاهم كلعيب وهو كمدرب، قد ايه هو من المدربين المميزين الهاديين اللي بيعرفوا يتعاملوا فعلا فنيا في المباراه اثناء المباراه، ويتعاملوا ويديك تعليمات بشكل مميز جدا وبتكون في الصالح العام للفريق. يعني اكيد كان حوار شيق، اكيد كان قبل كده كمان كنا بنتكلم على الجمعيه العموميه الخاصه بفرع الشيخ زايد والحكم القضائي ان شاء الله اللي هو اتنفذ خلاص، والمهندس محمود طاهر قال ان سيتم تنفيذ الحكم القضائي ده، فبالتالي ان شاء الله يوم 25/26 اعضاء فرع الشيخ زايد لهم حق التصويت في الجمعيه العموميه. ما تنروحوش لبعيد، لان المهندس عادل القيعي وكابتن او الاستاذ ابراهيم النيسي هيكون موجودين معاكم من خلال برنامجهم بعد الفاصل.